بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهها قولي. شباب ثالثة ثانوي الجامدين اهلا وسهلا بيك يا صاحبي فيديو جديد لحل الهوم ورك بتاعنا. النهارده معانا هوم ورك بارت رقم 6 في شابتر 1 اكلمك من الاخر وبالبلدي عشان بس ننجز مع بعض لو انت بتسمع الفيديو ده في نفس يوم الحصه السابعه ده فيديو الحصه السادسه. لو انت بتسمعه ليله الحصه وزنقت نفسك طول الاسبوع فلو انا منك اقفل وخش نام اه والله انا نبهت عليك في الحصه وقلت لك الفيديو ده او الدرس ده عامه قوي قوي يا جدعان وعلى بلاطه وعلى المكشوف عشان ما نبقاش بنخبي حاجه الدرس ده يا جدعان لو اتساب يومين اتنسى فبالله عليك يا اخي بالله عليك انا ما بعملش كده في اي تشابتر ومش بعمل كده في اي درس بس في دروس معينه انا عارف ان هي من الدروس اللي بتتسحب من الدماغ بتتنسي يا جدعان نمت صحيت نص الدرس اتنسى نمت تاني صحيت الدرس كله اتنسى اقعد بقى يا جدعان بقى ساعات عشان تفتكر جمله واحده اتقالت في الحصه مش بعمل كده عشان أحبطك بس انا عايزك تنجز نفسك ويبقى بدل ما هو اصعب درس بالنسبه للناس هو اسهل درس بالنسبه لك خدنا مع بعض حاجه اسمها الباور والانرجي ودرس كيرشوف فيرست لو سكند لو المسائل العاديه ولسه الحصه السابعه هنعلي بقى الافكار على الاخر فاتمنى من ربنا ان انت بس تبقى بتراعي نفسك وبتراعي ضميرك وربنا والله العظيم هيفتحها عليك من الواسعة وهيكرمك وهيرزقك وهينجحك وهتقول احمد عاطف في يوم من الايام قال انا مش ضايع اي وقت يا معلم بسم الله بداية الكلام انا كان عندي حاجة اسمها باور وحاجة اسمها انرجي وعرفنا ان كلمة انرجي معناها ability to do work يعني فكرة اصلا ان انت تعمل شغل فكرة ان انا اصور الفيديو ده لازم يبقى عندي انرجي فكرة ان انا يا جدعان انزل اروح الحصة بتاعتي لازم يبقى عندي انرجي اقف اشرح عندي انرجي اذاكر عندي انرجي لو ما عنديش انرجي يا جدعان مش هعرف اعمل الشغل اصلا فالانرجي هي الحاجة اللي بتخليك تعمل الشغل، يبقى كلمة انرجي عندنا في المنهج هي Ability to do work واللي هي هي حرف ال W عندنا او الاي -E بالنسبة لنا في ثالثة ثانوي واحد سواء كان انرجي أو ورك، أنا عارف إنك خدت في أولى ثانوي إن في حاجة اسمها انرجي كبوتنشال وKinetic وخدت حاجة اسمها ورك حاجة تانية الفورس في الديسبيسمنت بس أنا عندي في تشابتر 1 بيتكلم على الانرجي اللي هي هي الشغل اللي بيتعمل على الElectro أدي واحد، اتنين، خدنا حاجة اسمها الباور وعرفنا البور إن علاقة الباور بالانرجي إن هما الاتنين واحد اقسم بجلال الله بس الباور عباره عن انرجي في وقت معين، يعني الانرجي اللي انت عملتها في وقت معين دي اسمها باور، فلو انت بتعمل شغل كتير في وقت قليل يبقى انت قدرتك قدرتك يا صاحبي الباور بتاعك عالي، لو انت بتعمل شغل قليل شغل قليل في وقت كبير يبقى انت الباور بتاعك قليل، يبقى من الاخر لما اقولك انا قعدت اذاكر الحصه في خمس ساعات، صاحبي ذاكر الحصه في ساعه، احنا الاتنين عملنا نفس الورك والله العظيم اقسم بالله احنا الاتنين ذاكرنا الحصه. انا ذاكرتها في خمس ساعات هو ذاكرها في ساعه، احنا الاتنين عملنا نفس الشغل بس هو عنده باور اعلى، ليه؟ عشان عمل نفس الشغل اللي انا عملته في وقت ايه؟ قليل. فاكر الاكزامبل بتاعي؟ عربيه لادا وعربيه مرسيدس، عربيه لادا يا جدعان سافرت من القاهره لاسكندريه في ثلاث ايام، المرسيدس سافرت من القاهره لاسكندريه في ساعتين. الاتنين عملوا نفس الشغل من القاهره لاسكندريه. ما كده كده عملوا نفس الورك هما الاثنين سافروا نفس المسافه كده كده بس المرسيدس عندها باور اعلى طبعا طبعا ليه عملت نفس الشغل اللي عملته اللا ده بس في وقت ايه اقل يبقى من الاخر اتفقنا مع بعض بقى يا معلم ان انا عندي حاجه اسمها انرجي واحد بسم الله الانرجي ايكوال آه كان عندي قانون كده بيقول يا جدعان عندي في المنهج ان ال V عباره عن ورك على كيو وكان عندي رول تاني عشان مهم قوي برضو اول قانون خدته في المنهج اساس بيقول ان الاي عباره عن كيو على تي، يلا قلبي، يلا قلبي بسم الله، انرجي اللي هي هي الورك بالنسبه لي، اللي هي هي v Q. Q في ملتبلاي كيو، فك الكيو كده اي في تي من الدايره التانيه، ادي الدايره الاولى، ادي الدايره التانيه، فك يا معلم الكيو اي في تي يبقى v مضروب في مضروبه في اي مضروبه في تي، قلت لك بقى عندك حل من اتنين، يا اما هتمسك الفي وتفكها اي في ار، يلا خبي إيدك الفي خبي خبي الفي خالص فك اي ار اي في اي تبقى اي سكوير مضروبه في ار مضروبه في تي ايكوال ها الاي يلا يا معلم بالله عليك تتفك ايه؟ في على ار خبي بايدك الاي خبي بايدك الاي في مضروبه في تبقى في v في -V عبده في <applause> مضروبه في تبقى في بار 2 يبقى في بار 2 ما تشتمش انا سامعك الله يسامحك الله يسامحك الله يسامحك انا بهزر معاك بفك الدنيا يلا يا قلبي، في مضروبة في v تبقى في باور 2، خلاص بقى خلصنا، يبقى في باور 2 على ار مضروبة في تي. خلاص؟ يبقى احنا خدنا 1 2 3 4، أربع قوانين يا قلبي للإنرجي أو للورك، يا إما في في كيو، يا إما في في أي في تي، يا إما أي سكوير في أر في تي، يا إما في سكوير على أر في تي، قشطة؟ حلو، آخر قانون ده يا جدعان أنا بخاف منك ساعات، بخاف منك، فبحب أكتبه كده. في باور 2 على أر والتي دي اكيد فوق مش تحت عشان الناس لما بكتبها في الجنب كده مش ان هي تحت لا التي يا جدعان اكيد فوق حلو ده واحد انرجي لو عملت معاك الواجب يعني عملت معاك الواجب فيبقى الانرجي عباره عن جول او الورك جول او فولت في كولوم او فولت في امبير في سكن او امبير سكوير في اوم كل دي ايكوفالنت يونت او فولت سكوير على اوم في سكن حلو قوي اتنين يا قلبي خدنا حاجه اسمها باور والباور عباره عن الورك على التايم الباور عباره عن ورك على تايم يبقى ورك دبليو مقسومه على تي equal اقسم اي قانون من فوق على التايم طلعت قانون للباور يا ابني ما كل القوانين اللي فوق دي بتاعت الورك كلها لو قسمت اي واحد فيهم على التايم طلعت قانون جديد للباور يبقى ممكن اكتب بقى بص ذا في Q على T. أو v في كيو على تي او يا قلبي اكتب في في اي في تي على تي اقسم على تي ساعتها يبقى v في في اي بس او اي سكوير في ار في تي على تي فيبقى لك يا معلم اي سكوير في ار او v bar في باور 2 في تي على ار على تي كده هت... كده التي هتروح مع التي فيبقى في باور 2 على ار وده السبب اللي بيخلي يا جدعان دايما لو رسمت جراف ما بين ورك مع تايم هيبقى دايركت عشان فيها تايم دايما اهو في تي في تي في تي دايركت لو رسمت جراف ما بين باور باور مع تايم هيبقى كونستانت عشان كده كده تي بيروح مع التي دايما يعني كده كده الورك ده مستخبي جوه تي وفي تي تحت فبيطيروا مع بعض حلو قوي حلو قوي عندي بقى ايكوفالنت يونت الباور يا جماعه بيتقاس بحاجه اسمها الوات وعندك في العربيات بيتقاس بحاجه اسمها الهورس باور قوه الحصان ما علينا يعني جول على سكن او فولت في كولوم على سكن او فولت في امبير او امبير سكوير في اوم او فولت سكوير على اوم كل دي يا معلم أكويفلنت يونت للباور وبقى كده دلوقتي عملت ايه في اول اول حته دي عملت ايه؟ اميت كل القوانين بتاعة الحصه وكل حصه هيبقى فيها قوانين كتير قوي كده هتلاقيني بدات الفيديو بتاعي عشان لاجل عيون سيادتك بكل الرولز بحيث ان انت تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي سمي الله بقى معلم كده سمي الله بسم الله عايزين بقى نبدا بما يرضي الله كده الهوم ورك بتاعنا الاسئله اللي وقفت قدامك بس هتتفرج عليها الاسئله اللي انت حاسس ان هي هيبقى فيها فكره مختلفه اتفرج عليها حتى لو حليتها صح وشوف انا حليتها ازاي وشوف انت حليتها ازاي وشوف طريقتك احلى ولا طريقتي ما أنا جدعان مش رسول انا مش نبي ما انا ممكن احل بطريقه انت تبقى شايفها صعب وانت تحل بطريقه احلى من طريقتي فتيجي تتناقش معايا وياما عملتها وياما هيعملها كده كده العيال عادي خالص يجي عيل يقول لي يا مستر بقول لك ايه انا حلت دي يا مستر كده وانت حليتها كده اقول له والله يا جدع طريقتك احلى واسهل المشكله يا عم نتعلم لحد يوم لحد اخر يوم في الحياه هنفضل نتعلم ربنا يدينا ويديك طول العمر يلا يا قلبي اولا which of the following isn't equivalent to what? مين في دول مش وات؟ هكتبها تاني؟ ايه؟ ايه؟ مستحيل، ما انا كاتب لك اهو الوات جول على سكن او فولت في كولوم على سكن او فولت في امبير مكتوب قدامك ايه؟ او امبير سكوير في اوم او فولت سكوير على اوم، روح يا قلبي. جول على سكن، لا دي تنفع، مش هختارها. امبير في فولت، ايوه اللي فولت في امبير يعني بلاش تخلف، تنفع لسه كاتبها لك. امبير سكوير في اوم اللي هي اي سكوير في ار ايوه معانا الوحيده اللي ما تنفعش هي اوم سكوير في فولت هي اصلا مش كده هي في سكوير على ار يعني في سكوير على اوم يبقى دي كده هي الوحيده اللي غلط وهي دي الاجابه الصح ساعتها هتختار الاجابه رقم دي لان كل دول ينفعوا الوحيده اللي ما تنفعش هو عايز اللي ما تنفعش اوكي اللي بعده جراف ما بين باور واي سكوير قوم تعمل ايه معاك جراف ما بين باور واي سكوير من غير تفكير روح اكتب كده الباور ايكوال اي سكوير مضروبه في ار آه. اقف يا مستر بقى اقف مش تضحك عليا من تاني سؤال في الواجب مش تضحك عليا بقول لك يا مستر اشمعنى اخترت قانون اي سكوير في ار من ضمن كل القوانين يا يا صاحبي يا صاحبي هو كاتب باور مع اي سكوير اختار اللي فيه في دي سكوير يعني ما هو خلاص هو ايه اللي اختار هو اللي اختار القانون اصلا مش انا حلو عايز منك ايه بقى؟ بيقول في اخر المساله طبعا بيقول لك جراف ما بين باور والسكوير اوف كارنت وبعد كده قال لك هات الريزستنس اوف كوندكتور عايز الريزستنس حلو قوي يا معلم معاك الباور ب 50 يبقى اكتب كده الباور ايكوال 50 واط والجراف بادئ من زيرو فانا مش خايف مش قلقان يعني ومعاك ساعتها يا معلم الاي سكوير ب 10 يبقى معايا ساعتها الاي سكوير ايكوال 10 امبير سكوير حلو قوي بس خلاص خلصت انت عارف كده كده ان الباور ايكوال اي سكوير 4 عوض يا قلب الباور معاك ب 50 اي سكوير معاك ب 10 على بعضها ما تسكرش هو اصلا مديها لك باور 2 هو مديها لك جاهزه مضروبه في ار فيطلع الار يا معلم ودي الثاني الناحيه الثانيه بالديفايد 50 اوفر 10 يديك 5 اوم خلاص خلصت يبقى دي 5 اللي بعد جراف ما بين باور وتايم اهو يا قلبي اهو 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 جراف ما بين باور وتايم انا راسمهولك اهو كونستانت كده كده ليه بقى يا مستر تاني عينيا انا ايه؟ اه مش هزهق هزه ليه منك ما اقدرش منك اساسا انت حبيبي يلا ورك على تايم بس الورك اصلا بيتفك فيه في كيو على تايم طب ما الكيو اصلا اصلا جواها اي في تي فالتي تروح مع التي عشان كده التايم ما بيأثرش كده كده وعشان تفهم اكتر بقى فيزكس بقى فيزكس نفهم بص على اللمبه بتاعتك كده في ضهرها هتلاقي مكتوب عليها 50 وات اللمبه نورت ثانيه لما نورت ثانيتين نورت ثلاث ثواني نورت 10 ساعات نورت 40 ساعه اضاءتها هتقل لا 50 وات 30 وات 12 وات 9 وات هتلاقي في ضهر اللمبه مكتوب الوات بتاعها هيفضل الوات اللي هو الباور زي ما هو استهلاكك كانرجي عمال يزيد ماليش دعوه بيعد مع الوقت مش دعوه بس اللمبه الباور بتاعها اللي طالع منها زي ما هو الا بقى الا الا في حاله لو انت موصل اللمبه دي ودي مش عندك الجراف ده مش عايز كده بس عشان بس تبقى فاهمين كل حاجه لو انت موصل اللمبه دي ببطاريه والبطاريه عماله تفضى فساعتها اساسا الفولت بيقل ففولت بيقل الباور هيقعد يقل كده كده فتلاقي اللمبه عماله تقل 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 لحد ما تقل خالص ده لو انت موصل ببطاريه والبطاريه بيحصل لها ديس تشارج وموال ما لكش فيه دلوقتي وبيتكلم ان الفولت كونستانت اللي داخل اللمبه كده كده فالبار بتاعها هيفضل ثابت كده كده اوكي اللي بعد ما بين ورك وتايم كده كده دايركت كل ما التايم يعدي اكتر كل ما تستهلك اكتر صح يبقى الانرجي بتاعتك كده كده عماله تزيد وانا كده كده بالقوانين بتاعتي عارف ان الورك يا معلم عباره عن v في مضروبه في كيو او الورك عباره عن v في مضروبه في اي مضروبه في تي يبقى دايركت كده كده مش هيروح يبقى الاجابة جبابي، okay. 5 بيقول وده اتحل معاك from for the opposite circuit. for the opposite circuit. which is the following graph represents relation between consumed power through a resistance R and its value. معلم عايز جراف ما بين power والresistance power والresistance كل الجرافات اللي قدامك ما بين power والresistance حلو قوي الكلام ده حلو قوي. ماستور أنا بقى عندي مشكلة. هو خلاص كده شلي شلي من القوانين كتير كل القوانين ما عدا قانونين نرجع بسرعه نرجع بسرعه معلش اهو قوانين الباور يا مستر قدامنا اهي يا اما ورك على تاي يا اما في في كيو على تاي يا في في اي اي سكوير في ار يا, يا, يا في سكوير على ار اختار مين وليه اختار مين وليه اولا اولا الجراف بتاعك يا قلبي ما بين باور وريزيستنس ده واحد فيبقى اكيد القانون اللي انا هختاره فيه ريزيستنس وش بس انا عايز دايما الحاجه اللي ثابته فاكر الحاجه اللي مش هتتغير ممكن تقولي كده الريزستنس دي لو اتغيرت ار هتزيد مثلا فاي هتقل حلو طب لو الار قلت الاي هتزيد حلو يعني الار والاي بيتغيروا الفي بي اتغيرت الفولت بتاع البطاريه ماله كونست كده كده يا معلم الفي بي از كونست يعني فولت البطاريه ثابت ما بيتغيرش وما نقفش في القانون اللي فيه في سكوير على ار واكتب ساعتها الباور عباره عن في بي سكوير على مفيش غيرها بس اصلا لوحدها اللي هي اسمها الار في انت عارف متاكد مليون في الميه ان الفي بي از كونست هو الف المساله انا غيرت البطاريه ما غيرتهاش فالفي بي ثابته يبقى علاقه الباور بالريزستنس هتبقى ايه انفرس اكيد ويبقى ساعتها الاجابه انفرس انفرس اللي هي الاجابه الاولى الاجابه ايه طب سي مثلا مثلا دي مش اجابه السؤال ده انا بقول مثلا عشان بس ما حدش ياخد الحته دي بس لو قال في السؤال ان الاي اس كونستنت اي سؤال تاني اي سؤال عمل غير البطاريه يا عم يعني. قعد يغير البطاريات بحيث ان الاي تفضل ثابته ساعتها قعدت ايه جدع هكتب باور ايكوال اي سكوير في جدعان انا مش بحفظ حاجه انا مش بحفظ حاجه يا جدعان وما اقول هنستخدم ده بس او هنستخدم ده بس لا انا بستخدم اللي ثابت دايما في المساله ايه اللي كونستنت بروح اعوض بالقانون بتاعه ساعتها يا معلم الاي هتبقى ايس كونستنت ويبقى الباور مع الريزستنس دايركتلي مع بعض ساعتها الاجابه هتبقى سي بس انت عندك المشكله هنا ان البطاريه هي اللي سبب فاخترت اللي فيه في بي اوكي سؤال رقم 6 بيقول الكتريك فان روحه كهرباء ليبلد ويز محطوط عليها مكتوب عليها 22 فولت 100 واط اقف 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 والله العظيم اقسم بالله ما اعرف السؤال عايز ايه اقسم بالله بحلف بس انا اعرف دلوقتي ان المروحه الفان بين براكت كده مكتوب عليها رجاله 220 فولت 100 واط يعني من الاخر معايا جيفن للمروحه باور ومعايا فولت استاذنك اجيب كارنت وريزستنس حتى مش عايزهم معلش معلش يلا واحد يبقى الكارنت معلش لك الكرون بس عشان انت ما تضايقش انا عندي كولم بيقول ان الباور عباره عن فولت مضروبه في كارنت صح حلو يبقى ساعتها الكارنت عباره عن باور على فولت باور ب 100 وده 220 ده الكرنت اللي عدى في المروحه في الفان يبقى 100 على 220 يديك 5 اوفر 11 امبير ماشي حلو قوي حلو قوي اتنين هجيب ريزيستنس المروحة انا حر معايا فولت ومعايا كارنت اسهل حاجة اقسم فولت على كارنت فولت المروحة يا معلم 220 وده الفولت بتاع بيتنا على الكارنت اللي هي 5 اوفر 11 يبقى 220 اوفر 5 اوفر 11 يديني ريزيستنس المروحة ايكوال 484 اوم ادي ريزيستنس المروحه كده يا معلم انا جبت كارنت المروحه وجبت ريزيستنس المروحه محتاجه مش محتاجه مش فارق معايا انا دلوقتي بعلم طالب يستخدم الجيفنز ازاي جالك في الامتحان بقى حاجه تستخدمها ما تستخدمهاش انت حر بيقول لك ايه بقى اند ان الكتريك هيتر سخان از ليبلد ويز الف واط اقسم بالله اعمل نفس الكلام تاني اكتب هنا يا جدعان كده الهيتر بين براكت مكتوب عليه كام؟ 220 فولت وده الفولت بتاع بيتنا 1000 واط ماشي اروح عاملي ايه بقى؟ وش مليون في المية اجيب نفس الحاجتين واحد هجيب الكرنت بتاع الهيتر اللي هو هيبقى عبارة عن باور على فولت من اول ستيب عملناها هناك الباور معاك ب 1000 والفولت 220 يلا يا قلبي الكرنت اللي ساحبه الهيتر 1000 على 220 50 50 over 11 امبير حلو، اتنين عايز resistance الهيتر إيكوال فولت على current، الفولت معاك أصلا ب 220، current معاك 50 over 11 يطلع 220 over 50 over 11 يطلع يا معلم 48.4 أوم أدي resistance الهيتر، أدي resistance المروحة، بيقول بقى then the resistance of the heater is A that of the fan بس يعني انت عمال تعمل يا, يا ابني انا ما عملتش كل ده عشان المساله والله بس اسهل من كده كتير اصلا انا عملت كل ده عشان افهمك انا ازاي بعرف استغل الجيفنز اللي معايا اجيب بيها مليون الف حاجه الراجل مديني في المساله يا جدعان للمروحه فولت ومديني باور اقدر اجيب كارنت واجيب ريزيستنس من القانون بتاعتي من القانون الاولاني ده يا جدعان جبت الكرنت ومن القانون الثاني ده فولت على كرنت جبت الريزيستنس رحت الناحيه الثانيه عملت نفس القصه لقيته مديني برضه فولت ومديني باور نفس القصه من القانون الاولاني اللي هو باور على فولت جبت الكرنت اهو باور على فولت جبت ساعتها الكرنت من القانون الثاني اللي هو فولت على كرنت جبت الريزيستنس وكان ممكن اجيب الريزيستنس من القانون اللي بيقول ان باور عباره عن في سكوير على ار على طول اصلا من الاول بس انا عملت كده عشان تبقى عارف انا ممكن اجيب ايه وما اجيبش ايه ريزيستنس الهيتر ايه علاقتها بريزيستنس المروحه دي طلعت 48.4 ودي طلعت 484 يبقى الهيتر اصغر اكيد يبقى الاجابه لازاي ماشي اللي بعده سؤال رقم 7 بيقول اذا اوبس الكتريك سيركت اف ذا بالب لايت اب وذ اتس فول انتنسيتي ماشي يعني اللمبه منوره بالفول انتنسيتي بتاعتها ذا ايكويفالنت ريزيستنس بتوين ذا two بوينت اكس اند واي ماشي سؤال حلو قوي قوي ادي يا معلم النقطه اللي اسمها اكس وادي النقطه اللي اسمها واي السؤال عايز تنظيم شويه لما مكتوب عليها 1.5 فولت 0.45 واط اللعيب الرايق الجامد اللي واحده واحده عشان المساله ممكن تبقى طويله بس سهله قوي هيعمل ايه في المساله يا رجاله اول حاجه يعملها يقول لك اولا بسم الله الرحمن الرحيم الفي اس كونستانت في البرق فاللي على اللمبه هيبقى على الريزيستنس اللي فوقيها فيبقى تحت كده ممكن اكتب ان هنا في 1.5 فولت فوق اكتب ان برده في 1.5 فولت يبقى الريزيستنس اللي اسمها ار عليها 1.5 واللمبه اللي تحت دي عليها 1.5 ادي واحد ايه ده بقى كده واتك على الصبر خالص عشان المساله سهله قوي اتنين بطارية كلها ستة اللعيب والار انترنال بزيرو يعني ما بتاخدش حاجه لنفسها حلو السته صرفنا منهم كام 1.5 بس للاثنين مش 1.5 و1.5 لا في اس كونستانت في البرة اللي معانا نفس الفولت على الاثنين نفس الفولت يبقى معلم ال6 فولت دول خدنا منهم 1.5 يتبقى للثلاثه اللي بره دي 4.5 اهي طب ما حلو حلو اقسم بالله حلو انا ممكن اجيب الكرنت دلوقتي يبقى 4.5 ده الفولت على الريزستنس اللي هي 3 يديني يا رجاله ان الكرنت اللي معدي الاي مين حلو قوي معايا كده جيفن كويس 1.5 امبير على جنب كده يا رجاله بقى معانا الاي مين 1.5 امبير نستخدمه ما نستخدموش مش مهم مش مهم المهم ان انا جبت ان الكهرباء اللي معديه هنا 1.5 امبير مش عايز بس الوث الرسمه دلوقتي طب اقول لك على حاجه حلوه قوي دلوقتي يعني يا جدعان اللمبه اللي تحت دي اكيد ليها ريزيستنس ممكن احط مكانها اصلا ريزيستنس اسمها ريزيستنس اللمبه اصلا يعني معايا الفولت ومعايا الباور يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه ممكن اجيب حاجتين والمصحف لسه عاملها شفت بقى فايده اللي انا بعمله شفت فايده اللي انا بعمله هنا بقى لازم تجيب الحاجتين معايا باور ومعايا فولت بص اعمل ايه بقى هروح قايل له كده الاول عشان ابقى منظم ها لللمبه انا شغال دلوقتي مع اللمبه اللمبه يا معلم بعد اذن سيادتك مكتوب عليها 1.5 فولت مكتوب عليها 0.45 فولت بسم الله بسم الله اولا بسم الله الرحمن الرحيم انا ممكن اجيب الكرنت بتاع اللمبه ايكوال كرنت اللمبه عباره عن باور على فولت منين يا مستر عينيا اهو مش انت عارف ان الباور عباره عن في في اي القانون ده باور لو اديت لها الفولت الناحيه التانية بالديفايد يبقى جبت الكرنت بكام حلو حط القوانين قدامك بس مؤقتا بالله عليك اخترت القانون الصح يلا باور بكام 0.45 على الفولت بكام 1.5 يبقى 0.45 على 1.5 يديني 0.3 امبير يبقى الكرنت اللي عدى في اللمبه تحت 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 هنا كام 0.3 امبير يا لعيب يا رايق يا جامد المساله خلصت 0.3 امبير اقسم بالله انا محتاج اجيب ريزيستنس اللمبه اصلا المساله خلصت ليه بقى اللي داخل 1.5 اللي داخل 1.5 1.5 شيل منها 0.3 يبقى اللي دخل فوق في الريزستنس دي 1.2 امبير حلو بقى معايا في الفرع اللي فوق الفولت 1.5 والكرنت ب 1.2 امبير اهو ادي الكرنت اهو يا معلم يبقى ساعتها لو انت عايز تجيب الريزستنس اللي اسمها R هتبقى عباره عن V على I الفولت بكام 1.5 والكرنت اللي دخل فيها بكام 1.2 1.5 ديفايد 1.2 يا معلم يطلع لك كام 1.25 اوم خلاص خلصت اه ولا بص انا كنت هلبس دلوقتي لابسه ما يعلم بها الا ربنا لو كانت موجوده كنت هختارها وشكلي كان هيبقى وحش قوي قوي اقسم بالله شكلي كان هيبقى وحش بقعد اتريق عليك وأقولك لك ايه ايه ومش ايه هي. وانا كنت هلبس في الايه هي دلوقتي حلو انا طلعت ريزيستنس مين طلعت ريزيستنس اللي اسمها ار اللي فوق دي عارف هو سؤاله ايه اصلا هو عايزها اه بس مش عايزها لوحدها عايز الايكويفالنت ما بين اكس وواي ما بين اكس وواي يعني عايز الاثنين البارلل دول مع بعض يبقى هنضطر نروح نرجع نجيب ريزيستنس اللمبه بكام طب ما لا اسال يا مستر لو انت عايز تجيب ريزستنس اللمبه بقى صاحبي في ايه معاك فولت اللمبه ومعاك كرنت اللمبه ايه يابا اقسم فولت على كرنت يبقى 1.5 ديفايد 0.3 يديك 5 اوم اوعى تختار 5 او لا هو عايز الايكويفالنت بتاع الاثنين البرل مستر هو مين قال لك ان هو عايز بتاع الاثنين البرل بس ما يمكن عايز الدايره كلها صاحبي هو قال عايز الايكويفالنت بتوين اكس اند واي يعني ما بين النقطه دي والنقطه دي بس بجمع الاثنين البرل دول فساعتها الاجابه هتبقى الار ايكويفالنت ما بين اكس وواي قلبي هتبقى عباره عن 1.25 مضروبه في 5 على 1.25 بلس 5 بس خلاص خلصت حصل دلوقتي ده اقسم رب العزه انا ليا الشرف ان يحصل كده وانا بحل اصل ونقوم انا بني ادم يا جدعان انا بني ادم انا ما غلطتش في الفيزياء انا اتسرعت طلعت اجابه فرحت بيها دلوقتي طلعت الريزيستنس اللي فوق فرحت بيها فرحت طلعت خلصت رحت ما لقيتهاش فالطريق ده عامل ايه؟ ارجع ورا السؤال تاني يمكن انا حاجه غلط وطلعت فعلا ناسي حاجه ان هو عايز الايكوفيلنت مش عايز الريزيستنس اللي فوق بس تكير اوكي سؤال 8 إيه؟ بيقول from the opposite circuit the total consumed power in the circuit equal قد ايه؟ عايز يعرف التوتال باور في السيركت طيب اتفقنا مع بعض كلمة توتال باور الباور التوتال ايكوال يا اما في بي مضروبة في اي I من mean. يا اما اي من سكوير مضروبة في ار توتال يا اما في بي سكوير على ار Total انت حر انت حر انت حر وخلي بالك الار توتال دي يا معلم هي عباره عن الار ايكويفالنت بلس الار انترن الار توتال دي هي عباره عن الار ايكويفالنت بلس الار انترن يبقى معلم من الاخر من الاخر لو انت عايز تجيب الباور التوتال مره واحده مش باور بتاع واحده بس نفس القوانين اصلا هي ايه هي. هي نفس القوانين بس بتضرب الكبير بقى VB في بي في اي مين او اي مين سكوير في ار توتال او في بي سكوير على ار توتال طبعا في المساله اللي عندي دي الصراحه احلى واحد فيهم هو في بي سكوير على ار توتال ليه لان الفي بي جاهزه معاك والار توتال هجمعها بس يبقى ساعتها الباور التوتال في المساله دي هيبقى عباره عن هختار ده في بي سكوير على الار توتال يا معلم فتبقى بقدره قادر بعون الله كده 120 باور 2 على ار توتال 36 هيدوك 20 20 مع 20 يديك 40 يبقى تحت كده يا مع معلم احط 40 يبقى الكلام ده ايكوال 120 باور 2 ديفايدد 40 يديك 360 وات خلاص خلصت طب لا يا مستر معلش انا عايز اجيب الاي مين الاول وبعد كده اضرب الاي مين سكوير في الار كله ماشي اعمل اللي انت عايزه 3 identical bulb are connected once in series and another in parallel مره توصلوا سيريس خلي بالك هم ثلاثه وايدنتيكال مرة توصلوا سيريس وبعد كده توصلوا برايل اهم جملة اهم جملة هصرخ هصوت هلم علينا الخلق هقعد اصرخ للصبح لحد ما تسمعني ولحد ما تقتنع بكلامي كلمة اقسم بجلال الله والسيم الكتريك سورس نفس السورس يا رجالة يبقى ساعتها اكتب على جنب كده في بي, بي از كونستر يا رب يا رب يا رب انا انا تعبت انا تعبت يا رب والله العظيم اقسم بالله تعبت يا جدعان بتسالوا نفس الاسئله تانية يا جدعان ما بعرفش انام يا جدعان بكلم نفسي وانا نايم يا جدعان انا حياتي صعبه قوي والله العظيم يا جدعان ما بعرف انام بقعد يا جدعان احط راسي في المخده واقعد اصرخ وازعق عشان ما حدش يسمعني يا جدعان اعصابي تعبت وفلتت مني بقول نفس الكلام بيتعاد تاني بتسال مره ويخش يساله مرة تانية ونفس التالتة اقول له يا ابني اللي كونستانت الحاجه الثابته هي اللي بنختار القانون بتاعها الحاجه الخرا انا اسف الحاجة الثابتة في المسألة هي اللي نختار القانون بتاعها، أعمل إيه؟ أنا أقول إيه طيب؟ مفيش حاجة تانية تتقال. عندك باور إيكوال أي مين سكوير في أر توت أو في بي سكوير على أر توت أو في بي مضروبة في أي مين. بص بقى بص مستر مستر ما أنا أنا اخترت الثابت أهو. يا مستر ايه؟ ايه؟ في ايه يا مستر مالك متعصب ليه؟ ليه يا مستر انت مش مستر يا ابو المساطر؟ انت مش مستر على فكره. انت مش انا مش مستر اصلا. ما انا اصلا مش مستر بقى، ده بجد بقى. في بي بي يا صاحبي. واحد يختار لي دي يقول لي بقى؟ طب ما الفي بي از يا حي... يا حيوان يا جرثومه. انا اسف مش قادر، مش قادر. لما هو اصلا بيسال على ريزيستنس بتختار كلهم ما فيهوش ريزيستنس؟ انت بتختار قانون ما فيهوش ريزيستنس اصلا طب ماشي في بي كونست اعمل ايه بالاي مين بقى اللي جنبها دي اهلا وسهلا يا يعني اي مين عامله ايه ازيك اخبارك ايه هتجنن هتجنن يا جدع هيحصل حاجه والله يبقى القانون ده اصلا بره اللعبه اللي هيحتار, اللي هيحتار اللي هيحتار هيحتار ما بين ده او هيحتار ما بين ده الف السؤال والسيم سورس يبقى الفي بي اس كونستانت يبقى هو ده القانون وساعتها لا ارميه في الزباله يبقى انا دلوقتي فلترت القوارير فلترتها صح ويبقى ساعتها في بي سكوير على ار توتال ويبقى ساعتها يا معلم لو انا عايز اجيب الباور في الحاله الاولى هيبقى عباره عن في بي سكوير على التلاته توصلوا في الاول سيريس هيبقى تلاته ار لو انا عايز اجيب الباور في الحاله الثانيه هيبقى عباره عن في بي سكوير على ار على تلاته اوفر أوفر يطلع فوق يبقى التلاته اهي بس اقسمهم على بعض بقى لو انا عايز الباور الاولاني على الباور الثاني هيبقى ايكوال في بي سكوير على 3 ار مضروبه بدل ما اعمل ديفايد هضرب واقلب الثاني تبقى ار على 3 في بي سكوير لو انت عايز تعمل ديفايد لاي حاجه وده فراكشن وده فراكشن خد الفراكشن الاولاني اضربه في مقلوب الثاني ساعتها هيحصل ايه يا معلم ال في بي سكوير مع ال في بي سكوير والار مع الR فيبقى لك يا معلم 1 اوفر 9 بس خلصت اللي بعده فولتف امبير از ايكوفيلنت 2 فولتف امبير از ايكويفالنت 2 فولت في امبير از equivalent تو طب بص انا عاملها ازاي فولت في امبير اللي هي في في اي اه ده باور مم. Mm. ما تقول كده يا عم من الصبح اللي هو معلم وات اكيد يبقى وات وات هموت واقول قلشه بس مش عايز عشان انا لسه قلش من شويه فممكن الناس بقى تتضايق مني خلاص سيبها شوية مش قادر يلا خلاص خلاص راح راح خلاص نسيتها سؤال رقم 11 بيقول اكيد انت كنت عارف انا عايز اقول ايه تو لام هاف ريزيستنس ار1 وار2 which ار1 اكبر من ار2 ار 1 اكبر من ار2 ار كونكتد وذ الكتريك سورس سو ذا لايتنينج كلمه لايتنينج دي على طول لايتنينج فود لايتنج يعني بس ماشي باور مين منوره اكتر يعني اوف مين مين منوره اكتر من التانية على طول كونكتد ان ايه 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 ار كونكتد ان منك لله سي منك لله سيف منك لله سيف كونكتد ان ايه بقى نعمل ايه احنا بقى نخترع مساله يا عم سيف نخترع مساله منك لله سيف للمرأة اهو منك لله يا سيف في فرقتك كونكتد ان سيريس مثلا بقى خلاص بقى احنا هنخترع بقى مش عارف يفهموا من الانسر ايه بصراحه بس ماشي يعني كونكتد ان سيريس وذ الكتريك سورس سو ذا لايتنج اوف ايه اولا اثنين ريزيستنس متوصلين سيريس اثنين ريزيستنس متوصلين سيريس الف المساله كونكتد ان سيريس هل اتحولوا بقى بره لا يبقى القانون معروف كونكتد ان سيريس فانا عارف ان في السيريس اي اس كونستنت انا مشكلتي دايما بتاعت ايه بقى لو سيريس بقى بارل او بارل بقى سيريس ساعتها بدور على الثابت سواء اي او في انما لو سيريس بس يبقى I سكوير في ار بدل البث في سكوير على ار كده كده يبقى كونكتد ان سيريز اكتب باور ايكوال اي سكوير مضروبه في ار طب ما كده كده في السيريز اي از يا قلبي كونست يبقى اللي عنده اعلى ريزيستنس هيبقى عنده اعلى ايه هيبقى عنده اعلى باور وساعتها رجوله طالما ريزيستنس 1 اعلى من ريزيستنس 2 والريزيستنس والباور دايركت يعني بيحبوا بعض فيبقى ساعتها على طول باور 1 هيبقى اعلى من باور 2 والاجابه هتبقى يبقى اكيد الاجابه الاولى بار الاولى اعلى من باور الثانيه ماشي طب بقى اقول لك على حاجه نحل الثانيه عشان لو كانت في المساله كونكتد امبارل معلش حقك عليا حقك عليا لو كانت في المساله بقى معلم كونكتد امبارل عشان المسألة حسب مود الانسر مجاوب ازاي تبقى انت عارف الاجابتين لو قال في المساله كونكتد امبارل يبقى في البارل في اس كونستانت اه يبقى انا عرفت دلوقتي يا معلم ان في السيريز اي از كونستانت فكتبت اي سكوير في ار في البارل بقى معلم في از كونستانت فهكتب في سكوير على ار يعني الباور يا معلم ايكوال في سكوير على ار حلو 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 كونكتد ان يعني في از ايه يا قلبي في از كونستانت ويبقى ساعتها يا رجاله اللي عنده ريزيستنس عاليه عاليه عنده باور ايه يا قلبي عنده باور قليل فيبقى ساعتها في المساله لو قال لك ريزيستنس 1 اعلى من ريزيستنس 2 ساعتها باور 1 هيبقى اصغر من باور 2 لان دي اسمها انفرس كده ده وده انفرس مع بعض فساعتها الاجابه هتبقى ار1 اصغر من ار2 في الباور بس انا حليتها على سناسيس ومنك للازم ممم. سؤال رقم 12 قال ان هما سيريس يبقى اكيد 11 كانوا الله اعلم الله اعلم مش مهم اف 2 لامب اوف ريزيستنس ار1 اند ار2 احنا حلينا الاثنين فجت جت معانا بفايده والله ذا فاليو of R1 اكبر من R2 هو قال كده يا جدعان R1 اكبر من R2 يلا بسم الله. Both are joined in series يلا عيب يا لعيب يا رايق يا جامد يا سيف الحمد لله كتب لنا series اهو series معناها I is constant حلو قوي الاي ثابته كده كده اروح كاتب كده يا جدعان باور ايكوال انا قانون من قوانين الباور الكتير بقى اللي مغربانه الزباله دي I square في R يبقى اكتب على طول I square مضروبه في R انا عارف في المساله series معناها I is constant سيريس معناها اي اسكونست يبقى الاي خرجت بره اللعبه يبقى كل ما ريزيستنس تبقى اعلى الباور بتاعها يبقى اعلى اروح قايل له كده طالما ريزيستنس 1 اعلى من ريزيستنس 2 يبقى وش باور 1 اعلى من بار 2 لمنس كلمه لمنس معناها اضاءه اه ار 1 مور ايوه صح ار 1 مور طبعا اللي بعده All of the following can be used as unit of power. يلا يا عم بسم الله. Power equal work على time او V في Q على time او V في I او I square في R او V square على R. يلا يا قلبي، يلا يا قلبي. ما في الحصة بقى كتبناهم بالراحه وعلى ما احنا هنا بقى نكتب بسرعه. يبقى الباور بيتقاس بالإيه؟ بالوات او جول على ثانيه او فولت في كولوم على ثانيه او فولت في امبير او امبير سكوير في اوم. او فولت سكوير على اوم في واحده من دول بس من اللي كاتبهم مش موجودين امبير سكوير في اوم لا مش هي دي تنفع ها الثانيه تنفع لان دي اوم ماينس 1 فهتبقى فولت سكوير على اوم فدي صح ودي صح جول على سكن موجوده يبقى فولت على امبير اسمها فولت في امبير فولت على امبير غلط يبقى الاجابه هتبقى دي

بص 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 والسيم سورس والله ما هنغي كتير بقى خلاص شرحتها شرحتها بالتفصيل الممل كلمه سيم سورس معناها في بي از كونستانت يبقى على طول هجري على القانون اللي بيقول ان الباور ايكوال عايز حاجه فيها ريزيستنس مع الفي بي يبقى في بي سكوير على ار وانا عارف ان الفي بي از ايه قلبي كونستانت كده كده يبقى القانون ده هو اللي هينفعنا بس انا عايز الباور التوتال فدي هتبقى ار توتال سو ذا ريشيو ذا باور ان ذا تو عايز ريشو الباور طبعا قال كلمة تو كيسز يبقى قصده الأول السيريس وبعد كده الباور البارلل يلا بينا بسم الله باور في حالة السيريس هتبقى عبارة عن في بي سكوير على 2 ار ادي واحد 2 باور في حالة الباراليل هتبقى عبارة عن في بي سكوير على ار على 2 فالتو تطلع فوق اقسم يابا بي اس على بي بي يبقى عبارة عن في بي سكوير على 2 ار ادي الأولى خدت دي كلها كذا ما هي اضربها في مقلوب دي اللي هي تبقى ار ديفايدد 2 في بي سكوير كنسل في بي سكوير مع في بي سكوير كنسل ار مع ار يبقى 2 في 2 تحت اللي هي 1 اوفر 4 يبقى الاجابه 1 اوفر 4 All of the following can be used measuring unit of electric energy. ماشي هي هي أصل الانرجي يا معلم اللي هي الورك اللي هي كانت عبارة عن V في Q أو V في I في T أو I square في R في T او V2 على R في سكوير على ار في تي يلا قلبي يلا قلبي جول جول آه فولت في كولوم او فولت في امبير في سك او امبير سكوير في أم في سك او فولت سكوير على أم في سك فولت في كولوم هو بيقول كل دول ينفعوا ما واحده برضو امبير سكوير في أم امبير سكوير في أم في تايم ماشي تايم ده اللي هو سكند يعني المفروض يكتب سكند بس ماشي تمام فولت سكوير في تايم على اوم فولت سكوير في سكند على اوم صح تنفع جول تنفع فولت في سكند على امبير لا هي المفروض فولت في امبير في سكند يبقى دي اللي غلط يبقى هي دي الاجابه فالاجابه هتبقى دي ها في الشكل اللي قدامك ده عايز كونسيومد باور ان ذا سيركت باور الدايره مفيش ادفع من كده في الحياه انا مش عارف اصلا انت بتعمل ايه فكر في ايه ايزي إيه. ايزي ايزي بيزي فيزكس ايزي في بي سكوير على ار توتال بس هتبقى ايكوال ها في بكام؟ 10 سكوير على ريزيستنس بكام يا قلبي؟ 5 خلصت يبقى 10 سكوير تدي 20 يعني يبقى 20 وات طب واحد يا جدعان جرثومه بس جرثومه صح بس جرثومه هيعمل ايه؟ هيجيب اي مين الاول يقول لك 10 على 5 فيها الاثنين امبير اوكي يبقى الباور ايكوال اي سكوير في ار اي مين وار توتال اي مين ب2 سكوير مضروبه في الار ب5 يديك 20 وات طب جرثومه تالتة بس جرثومه صحيحه فقط برضو صحيحه برضو هيقول لك الباور التوتال عباره عن الفي بي مضروبه في الاي مين I mean. كل ده بيلف ويدور على نفسه بس عادي وانا جاي معاك في اي حاجه انا جاي معاك يابا في اي سكه انت هتيجي فيها انا جاي فيها باور التوتال ايكوال في بي ب 10 مضروبه الاي مين I mean بكام يابا؟ الاي مين I mean ب 2 يديك ال 20 وات مش لاقي عليك ال 20 يابا بس ماشي انت عايزه يا صاحبي كده كده يطلع 20 17 ذا كونسيومد انرجي انرجي مش باور ان ذا سيركت وذين 20 سكند ماشي ايه يعني؟ يبقى الانرجي ساعتها يا جدعان هتبقى نفس القانون في سكوير على ار بس مضروبه في تي بس بس بي سكوير ب 10 ار كلها ب 5 مضروبه في التايم اللي هو 20 بس يعني هتبقى 400 باين ما هي 20 في 20 صح يبقى 400 وات غطي على بتوع الماس على فكره 18 ان ويش ذا فولوينج فيجر ذا كونسيومد ذا باور ان ذا ريزيستور جريتر سبحان الله سبحان الله اقسم برب العزه حسسك يا تعرف تختار اي قانون ما هو قوانين كتير ما دي مشكله ان القوانين كتير بص عندك في وعندك ار مستني ايه اللي في بالي مستني ايه مفيش غيره في سكوير على ار ما هو مديك فولت و... ده الجيفن اصلا ده الجيفن فولت مع ريزيستنس يبقى هستخدم القانون اللي بيقول ان الباور عباره عن في باور 2 ديفايدد ار يلا يا قلبي باور الاولاني هيبقى عباره عن V power 2 divided R V power 2 divided R ادي واحد الباور الثاني هيبقى عبارة عن V power 2 الاول مش اتنين واحدة بس V باور 2 هي اسمها V فهتبقى V باور 2 على الريزستنس اللي هي 2 R ادي الثاني ثالث ما في ايه V باور 2 لما اخد دعمل باور 2 هيبقى 4 V باور 2 على الريزستنس اسمها R الاخير في باور 2 لما اخد ده اعمله باور 2 هيبقى 4 في على الريزستنس اللي هي 2 ار كانسل 4 مع 2 يديك يا معلم 2 في على ار ادي يا معلم ده ده دي وده سي وده بي وده اي ممكن نشيل اصلا كل ده ونحط ارقام فده هيديك 1 على 1 اللي هي 1 وده هيديك 1 على 2 اللي هي هاف وده هيديك 4 اوفر 1 اللي هي 4 وده هيديك 2 شلت بس الرموز فيبقى اعلى واحد فيهم هو عايز ايه جريتر اه يبقى اعلى واحد فيهم اللي هو سي بس عوض يعني تعويض ماشي في الشكل اللي قدامك ذا ريشيو بتوين كونسيومد باور بص بقى اللعيب بقى اللي بيفهم بقى كبر لك رسمه شويه كبر لك رسمه بصوا يا جماعه بقى اللعيب بص اللعيب هيعمل ايه اللعيب هيقول لك ايه بقى بص يا معلم اولا الفي بي مش ثابت في بي 1 في بي 2 الله الله خرجت بره اللعبه مش ثابته اقسم بالله بس انت ما تحفظش حاجه هتتسوح الفي بي مش ثابت فاللي حافظ ان احنا هنحط في بي باور 2 على ار غلط لان هنا اصلا الفي بي مش ثابته دي دايره ودي دايره وكتب ان دي في بي 1 ودي في بي 2 بس لو انت خدت بالك بقى نسمي دي اي ونسمي دي 2 اي ان ترمز اوف اي هما الاثنين يبقى اي سكوير في ار جدع الباور بتاع الدايره الاولى هتبقى عباره عن i سكوير مضروبة في ار، الباور بتاع الدايرة التانية هيبقى عبارة عن خد ال 2i دي اعمل لها باور 2، تبقى 4i سكوير. ادي الـ i، مضروبة في الريزستنس اللي هي 2r، ما أنا نسيت أقول لك القانون أصلاً، القانون أصلاً i سكوير مضروبة في ار. فدي هتبقى i سكوير مضروبة في ار، دي هتبقى 2i لما نعملها سكوير هتبقى 4i سكوير. مضروبة في الريزستنس اللي هي 2r، يعني يديك في الآخر 4 في 2، يديك 8i سكوير في ار. هو عايز باور التانية على باور الاولى يعني 8 اي سكوير في ار على اي سكوير في ار كنسل كنسل يديك 8 اوفر 1 يبقى الاجابه س اوكي سؤال رقم 20 بيقول ان ذا ابز الكتريك سيركت اف ذا فولتميتر ريدنج از 20 فولت لو ده يا جدعان ارى 20 فولت هو اللي قال فولتميتر ده اند ريدنج اوف اميتر 2 امبير يا نهار ابيض على الجمال يا نهار ابيض على الجمال عايز الباور ايه يا جدعان مش فيزياء دي لا الحاجات دي انا ما بحبهاش الصراحه المسائل السهله بزياده دي مش فيزياء دي غلطه في حق الفيزياء ما ينفعش يا جدعان ما ينفعش في حق الفيزياء يبقى في مساله بالمنظر ده اعوض كده حد ويطلع الناتج بس لا لا عيب والله عايشين في اتنين بربان بس كده بس كده ده انت لو جالك مساله دي في الامتحان تشك في نفسك اقسم برب العزه وتعيد خمسين الف مره في في اي بس 21 ان ذا اوبس الكتريك سيركت اف ذا فولتميتر ريدنج 20 فولت لو ده قاري 20 فولت والكرنت 2 امبير عايز الكونسيومد الكتريك انرجي 1 Minute 1 Minute دي يعني التايم معاك ب 60 سكند برضو مسألة عايز انرجي فاكتب في في اي في تي لا يا يا لا بجد يا اقسم بالله يا مساله سهله يا 20 في 2 في 60 بس كده اتحلت لا ما ينفعش الفيزياء تبسطنا فيزيكس ما تبسطش حد ما ينفعش تحل مساله كده تحس ان انت حليتها بسهوله لازم تتعب وتشقى عشان يبقى ليها معنى انا زعلان مسالتين ورا بعض سهلين وط إيه؟ ده كتير قوي الصراحه وات ايه لا اله الا الله جول الانرجي تقاس بالجول ان شاء الله اللي بعد ان ذا اوبزيت فيجر اف ذا لامب energy of 200 جول لو اللمبه دي يا جدعان بتستهلك energy 200 جول والكرنت اللي معديها في اللمبه 2 امبير والتايم ب 10 سكند هات لي الريزستنس برضو energy ايكوال ايه يا قلبي طالما القانون معاك اي معاك تي معاك اي في قانون بيقول I ايه square في R في T عشان هو عايز الريزستنس صح بس هو عايز دي انت معاك دي معاك دي معاك دي وهو عايز الريزستنس بكام تعويض مباشر اقسم بجلال الله انرجي معاك ب 200 ايكوال كارنت معاك بكام ايه؟ 2 باور 2 مضروبه في الريزستنس معرفهاش مضروبه في التايم اللي هو 10 يطلع لك يا معلم في الاخر الريزستنس ايكوال وادي بقى الناحيه الثانيه بالديفايد 200 ديفايد 2 سكوير مضروبه في 10 يديك 5 اوم يبقى الاجابه سي جراف ما بين باور مع اي سكوير من غير ما افكر يا هو عايز في الاخر ريزيستنس هو عايز الريزيستنس ده جراف ما بين باور واي سكوير لسه حاله في الاول اصلا باور ايكوال اي سكوير مضروبه في ار صاحبي صاحبي جراف بادئ من الزيرو فانا مش خايف من حاجه مش مقلق الباور بكام؟ ب 60 قدامها الاي سكوير بكام؟ ب 12 على جنب كده يبقى الباور معايا ب 60 وات قدامها معلم الاي سكوير معايا ب 12 امبير سكوير معايا الكرنت سكوير نفسه بس عوض على طول الباور معاك ب 60 ايكوال الكرنت معاك ب 12 باور 2 جاهز ما تسكرش حاجه تاني ده تعملهاش باور 2 مضروبه معلم في الار يطلع الار ايكوال 60 ديفايدد 12 يديك 5 اوم اهي 24 الشكل اللي قدامك ده جراف ما بين فيزيكال كوانتيتي اسمها اكس مع التايم، يعني هنا في تايم؟ ولسه يقول لك بقى هنا هنحط مين؟ قام قال لك ايه بقى؟ ااا إيه, if كوانتيتي اكس از انرجي، يعني هو مكان اكس دي حط انرجي، انرجي مع التايم بتبقى دايركت، دايركت يبقى الجراف رقم واحد اللي هو ده. بس شكرا. نفس نفس المسألة، 25، نفس المسألة، جراف ما بين يا معلم اكس مع التايم، طب مين اكس؟ اقرا كده شوية، هتيجي يقول لك اه ما بين اكس و تي ماشي اف كوانتيتي اكس از كونسيومد الكتريك باور اه يبقى اكس ده يا معلم بعد اذنك حط مكانه باور وانا عارف ان جراف الباور مع التايم لا يعتمد كونستنت فيبقى الاجابة جراف رقم 3 3 بس شكرا 26 ده فيه فكره قد كده سهله قوي بيقول لك ايه بقى في السيركت اللي قدامك دي وان ار اس ديكريز ار اس ديكريز اروح رايح على جنب واعمل ريكتانجل فاكره ار اس قلت يا لعيب يا رايق يا جامد يا لذيذ يا جامد والله العظيم بحبك والمصحف بحبك مش عشان حاجه عشان انت بجد مجتهد انا بحبك يالا ساعتها الاي تزيد لعيب لعيب يبقى الريزيستنس قلت كرنت زاد احلى مثال قال ايه بقى ذا باور كونسيومد ان ذا ريزيستور او ريزيستنس اور دي مستور اكتب ايه هكتب في بي يبقى لازم اكتب الار توتال مش هينفع هو عايز اللي في الريزيستنس دي بس بص انا هعمل ايه بقى هكتب اي سكوير مضروبه في ار ولا لا آه. اقف عندك ايه 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 يا مستر وانا هسكت لك انا مش هسكت لك مش انت قلت من شويه ما تختارش القانون اللي فيه حاجه بتتغير جدع وقلت لك اهم حاجه يبقى فيه حاجه ايه ثابته كمل الكلام مش انا قلت اهم حاجه وانت بتكتب يبقى في حاجه ما اتغيرتش الريزيستنس اللي اسمها ار دي ما اتغيرتش قوم تقول لي ايه ايه ما انت كاتب اهو ار قلت ار مين اللي قلت الف المساله ار ايه ار اس قلت انما هل الار دي اتغيرت لا فانا بكتب القانون وانا عارف ان في حاجه ثابته اهم حاجه يبقى في حاجه من الاثنين ثابتين اهم حاجه في المسائل اللي انت فاكر بتاع لما كانوا سيريس وبقوا بارالل ما هو كده الريزيستنس مش تبقى ثابته في السيرس غير البارالل فكان لازم الفي بي تبقى ثابته واحده تبقى ثابته لازم هنا بقى الريزستنس ما اتغيرتش اصلا يبقى ساعتها الأرض دي ثابته ما اتغيرتش وهو قال ان الاي زادت يبقى الباور هيزيد وش اكيد فيبقى الاجابه انكريز احلى مثل اللي بعد جراف ما بين باور مع تايم خلاص بقى خلصنا بقى كونست اديني في الكيس ال وادي يابا في الكسل ال خلاص خلصنا الباور الايزي اهو مفيش حاجه والله العظيم سهله قوي اقسم بالله بما يرضي الله سهله ولا مش سهله؟ سهل اوكي عايز يعرف الكرنت اللي موجود في اكس واي طبعا مش محتاجين يعني مش محتاجين انا هفرض الكرنت كده انا حر انا حر فرضته من اكس لواي انا فرضته كده طلع بوزيتيف فرضي صح طلع نيجاتيف فرضي غلط اروح قايل له كده كيرشوف كي سي ال ال سميشن اللي داخل قد سميشن اللي خارج يلا يا قلبي مين داخل رايح للنقطه داخل جواها ثلاثه في حد تاني داخل اه اتنين دي داخله ودي داخله ايكوال مين خارج اللي انت فرضته اسمه اي خارج بلس خارج كمان 6 امبير يلا يا معلم 3 بلس 2 يديك 5 ايكوال اي بلس 6 ودي ال 6 الناحيه الثانيه يا معلم يطلع الاي ايكوال 5 ماينس 6 يعني نيجاتيف 1 امبير احلى مسا على عيونك اموت انا في النيجاتيف اللي بتضايقك دي وبتعصبك وبتنق... كانك لازم تفرض الرقم صح ليه يا صاحبي؟ ليه ليه ليه؟ طلعت نيجاتيف معناها ان الكهرباء مش ماشيه من اكس لواي ماشيه من واي لاكس بس يبقى لو حايل له كده يبقى الكهرباء ايكوال 1 امبير ده الكرنت بين براكت كده انا فرضتها من اكس لواي طلعت بالنيجاتيف يبقى معناها ان هي ماشيه من واي لاكس بس يبقى 1 امبير فروم واي تو ايزي 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 ده ماثيماتيكال فورمولا اوف كيرشوف سكند لو اه كان بيقول سميشن البطاريات ايكوال سميشن اي فور اممم اي اي يعني المفروض يحط هنا في بي بس ماشي مش الفولتج يعني بس في بي اروش وادق يلا ها تاني هنفرض يا جدعاء كبر الرسمه انا اكبر شويه يلا يا قلبي ها نكبر بقى الرسمه خلاص كبرناها ادي النقطه يا جدعان اسمها نود اهي ايه هفرض ان الكرنت ماشي من ال سي انا حر انا حر يعني خارج اروح كاتب كده كي سي ال ها إيه النود اللي اسمها سي، يلا يا قلبي سميشن اللي داخل قد سميشن اللي خارج. سميشن اللي داخل داخل الخمسه داخله والاربعه داخله بس يبقى 5 بلس 4 ايكوال مين خارج الاي بلس الايت بلس ال 6، الاي دي خارجه وال8 خارجه وال6 خارجه. وادي الناحيه الثانيه بالديفايد يا معلم سيب الاي لوحدها هنا وادي كل الناحيه الثانيه بالديفايد ايه انا اسف بالماينس 5 بلس 4 ماينس 8 ماينس 6 يديك نيجاتيف 5 امبير اموت انا في النيجاتيف اقسم بالله عشان بتضايقك وبتعصبك كلمه نيجاتيف معناها ان فردك مش من ايه سي الصح من سي لايه؟ اروح كاتب له كده الكرنت المجنتيود 5 الدايركشن من سي لايه؟ بس 5 من سي تو ايه؟ ايزي ايزي بيبي اقسم بالله طب اقولك اقولك ايه على حاجه عندك هنا واحد اسمها ار هو قال اف اول ريزيستور ار سيم كلهم زي بعض ار 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 من الاخر لو انت لعيب رايق هتجمعني الاثنين دول على طول استنى بس عشان ما على الجيفن لو انت رايق رايق هتجمعني الاثنين دول دي or مع دي ار مع ار يعني كام جدع اتنين ار روح مسح بقى ده ومسح ده واكتب ان الفرع ده على طول فيه 2 ار اللي هي الار دي مع الار دي طب الفرع ده فيه قد ايه ار واحد بص بقى هو قايل لي ان ماشي هنا 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 2 امبير اهو اهو هو كاتبهم يعني ماشي هنا كده 2 امبير عارف اللي دخل من هنا كام اصلا انا اقول لك روح روح اللي دخل من هنا اصلا وقف دخل منه هنا 2 امبير عدوا في 2 ريزيست يبقى اللي دخل هنا وش 4 امبير ليه يا مستر ليه 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 ليه, ليه؟ صاحبي بالراحه الفرع اللي فوق فيه 2 ار دخل فيه 2 امبير الفرع اللي تحت فيه ار واحده يخش فيه ضعف الكهرباء ضعف يا ابني ما هو اقل ريزيستنس اقل منه اقل منه ريزيستنس النص يخش فيه كهرباء الدبل على طول فيبقى الاثنين ار دخل فيه 2 امبير يبقى الار الواحده يخش فيه 4 على طول يبقى خرج اصلا كام هيتجمع 2 مع اربعة هنا يخرجوا 6 امبير هو عايز يعرف هيخرج كام يبقى ستة امبير مين قال لك يا مستر عايز يعرف هيخرج كام هو عايز منك حاجه اسمها الاي صح قال لك فايند فاليو اوف اي والاي دي اللي هي هنا يعني اللي هيخرج خالص اللي هي 6 امبير بس هي التركه كلها فين بقى انك تبقى عارف ان في هنا 2 ار وان في هنا يا قلبي ار واحده دي التركه بس فتبقى عارف لو معدي هنا 2 امبير ده معناه يعني ان معدي هنا 4 امبير يبقى معدي تحت هنا 6 امبير اوكي اللي بعد رقم 32 بيقول ذا اوزت فيجر ريبريزنت ا بارت اوف ان الكتريك سيركت هنس ذا فاليو اوف اي عايز يعرف الكرنت بكام بالعين اقسم بالله مش محتاج كي سي ال ليه كي سي ال ليه ليه ماشي هينفع بس بالعين النقطه دي يا معلم اسمها نوت حلو داخل كام؟ 20 امبير يبقى ماشي هنا يا معلم كده 20 امبير هيقف هنا يتوزع خرج 9 يبقى هنا كام؟ 11 20 ماينس 9 حلو ال 11 دول يا جدعان وقفوا هنا خرج منهم هنا وماشيين كده خرج منهم 5 امبير يتبقى هنا كام؟ 11 خرج هنا في 5 يتبقى هنا 6 امبير حلو 6 امبير مشيت كده وقفت هنا جه عليها لازم تبقى فاهم الاسهم راحت فين؟ 6 امبير ماشيين كده يا جدعان اتجمع معاهم هنا 8 امبير 6 بلس 8 يعني يتجمع هنا كده 14 امبير بس خلاص يبقى الاجابه 14 ولا اي كلام والله يلا يا عم عايز يعرف ايه بقى عايز يعرف الكرنت اللي اسمه اي ده بكام طب بسم الله الرحمن الرحيم عند النوت دي من غير كسي ال يا قلبي من غير كسي ال باينه قوي اللي ماشي هنا كام اربعه اهو اللي ماشي هنا كده اللي ماشي هنا ده 4 امبير اللي جاي له من هنا كام 3 يبقى 4 امبير جاي كده و3 امبير هيتجمع معاه عند النقطه دي 4 داخلين و3 داخلين يطلعوا كام 7 يبقى اللي معدي هنا ده 7 امبير السبعة مشي كده يا جدعان وقف هنا خرج منه هنا 1 امبير يبقى تحت كام اكيد 6 بس خلاص يبقى الاجابه 6 امبير ايزي رقم 34 بيقول بص يا معلم عشان بس رسمه ايه بالنسبه لي مش احسن حاجه فانا ارسم رسمه يعني شبهها قوي بس سمبل اكتر بالنسبه لي شويه هتبان لك الدنيا شويه بس ادي الرسمه اهي شبهها بالظبط بس الريزستنس ما لهاش لازمه فوق وتحت او اللي في الجنب هنا ما رسمتهاش ادي هنا في 6 اوم وادي هنا تحت في 3 اوم كاتب ايه بقى يا جدعان كاتب هنا في 4 امبير وكاتب هنا سؤال حلو قوي قوي في 2 امبير النقطه دي اسمها ايه وكاتب هنا كده في كارنت اسمه اي سهله قوي بس انت تركز ال 4 امبير دي اكيد جايه هنا صح جايه من هنا ادي الاربعه امبير آه الاثنين امبير دي قصتها قصه سهله قوي سهله انت تقدر تعرف اللي ماشي هنا قد ايه ما هو مش كاتب لك الست ام والتلاتة ام دول عياء اكيد اكيد كاتبهم لسبب باراليل فممكن تعمل ايه معاك اي ومعاك ار فوق تجيب الفي تنزل تحت تقسم فولت على ريزيستنس تجيب الكرنت او اسهل بكتير الست دخل فيها اثنين يبقى التلاتة اللي هي نص السته يخش فيها ضعف اللي دخل في الست تاني التلاتة اللي هي نص الستة يخش فيها ضعف اللي دخل في الستة الستة دخل فيها اتنين يبقى التلاتة يخش فيها اربعة اكيد يبقى اللي دخل لهم من الاول 2 بلس 4 اللي هي 6 امبير اقف هنا بقى كده اقف بس اللي جاي من تحت ده اسمه اي اهو وعايز يعرف الاي بكام حاجة انا عاملها الاول في فهلاوة حاجة كانت جاية من تحت اتوزعت ستة واربعة يبقى اكيد الاي ده بعشرة وش او اكتب سميشن اللي داخل قد سميشن اللي خارج وانت عارف ان ايه ده لمسه ادي شارع ادي الثاني ادي الثالث ما حدش يقول لي لمسه ده وده هي ايه النقطه دي لمسه الشارع ده والشارع ده والشارع ده دا اللي داخل مين اللي داخل اسمه اي اللي خارج من الشارع 4 زائد 6 من النقطه يبقى الاي ايكوال 10 امبير بس اللي انت عايز تعمله اعمله يلا يا معلم والله العظيم بمجرد النظر بس مش محتاجه حاجه يلا وهعمل لك تي في الاخر برضه اللي ماشي هنا 12 امبير اقف <متصفيق> هنا بالراحه بقى ادي ايه؟ اعمل يا عم كي سي ال كي سي ال ات البوينت ال. اللي اسمها ايه؟ عشان اجيب يا جدعان الكرنت اللي هنا تعالى وانت نسميه اي 1 عايزين نجيب اي 1 ده بكام؟ هي ايه لمسه كام شارع؟ اربع شوارع ادي واحد ادي 2 دي 3 ادي اربعه اللي داخل قد اللي خارج اللي داخل مين؟ اللي داخل 12 بلس اللي داخل 4 بلس اللي داخل 9 اللي خارج اسمه اي 1 بس يبقى I1 عبارة عن 12 بلس 4 بلس 9 يديك 25 امبير يبقى I1 ده معلم ب 25 حلو يعني اللي ماشي هنا كده عن 25 امبير 25 امبير يقف هنا عند النقطة اللي اسمها B هو عايز اللي اسمه I ده يلا يا عم كي سي ال ات النقطة اللي اسمها B اللي اسمها نود اللي داخل قد اللي خارج اللي داخل 25 بلس 4 اللي خارج اي بلس 6 وادي 6 هنا تاب الماينس يطلع الاي ايكوال 24 25 بلس 4 ماينس 6 يعني يديك 23 امبير بس فهلاوه شغال عادي شغال في الشكل اللي قدامك ده عايز الكرنت اللي اسمه اي هعمل حركه اول ما اعملها انت هتعرف لوحدك اصلا واقف الفيديو لما انا اعملها طيب ايه الحركه بقى اولا انا لاحظت ان السته وال12 بره اللي باينين قوي اهو نفس نقطه التوزيع ونفس نقطة التجميع، وعلى فكرة الستة والأربعة بريل بس أنا مش هجمع الأربعة لسبب معين في دماغي هتعرفوا دلوقتي حالا. هجمع الستة مع الـ 12 عشان لو جمعت الأربعة معاهم أنا كده أصلاً طبقت المسألة كلها على بعض، المسألة أصلاً اختفت. وأنا مش عايز ده يحصل. هجمع الـ 6 مع الـ 12. أقوم ماسح الـ 6، أمسحها قدامك دلوقتي. أهو. أمسحها خالص ولا كأنها موجودة أصلاً. يلا اختفت الست ما بقتش اصلا يا يعني معلم الست موجوده وامسح ال 12 دي وقت ما هما هم الاثنين مجموعهم مجموعهم كام بقى يا قلبي هنشوف يعني يبقى الار ايكويفالنت بتاعه ال 6 وال 12 هتبقى عباره عن 6 ملتبلاي 12 على 6 بلس 12 يعني يديني كام 4 اوم يعني مجموعهم هما الاثنين 4 اوم انا خلصت ليه بقى لانه قال لي اللي دخل هنا اللي دخل هنا اللي ماشي هنا 2 امبير اه اه يعني اللي داخل اصلا من الاول وقف هنا دخل منه هنا 2 امبير يبقى اكيد دخل هنا 2 امبير ايش معنى عشان دي 4 اوم ودي 4 اوم قد بعض يبقى انا كنت اعرف ان هم قد بعض لا لما جمعت ال 12 وال 6 بلل مع بعض تقول يا مستر يعني كان هيجي في دماغي في الامتحان يا باشا ما احنا بنحل ليه طيب احنا بنحل ليه عشان انت تاخد خبره حل الاسئله انا عندي مساله كامله لو طبقتها كلها على بعض خسرت الاثنين امبير اللي هم مداني دي فمش عايز اجمع المساله كلها على بعض عايز احافظ على الفرع اللي تحت ده جمعت ال 12 مع ال 6 اداني 4 بقى عندي ال 4 اوم اللي تحت دخل فيها 2 امبير يبقى ال 4 اوم اللي فوق يخش فيها 2 امبير الاثنين 2 امبير اللي ماشيه هنا مع الاثنين 2 امبير اللي ماشيه هنا ماشي هن. يتجمعوا مع بعض هنا يطلعوا كام يا قلبي؟ يطلعوا 4 امبير يبقى الاي ب 4 امبير خلصت؟ ها سؤال رقم 37 بيقول شكل اللي قدامك ده عايز يعرف الاي بكام؟ فهلاوه شغال كيسي اللي شغال هشتغل فهلاوه عادي انت اول عندك دايره بتقول ايه بقى؟ اي في اي اه أو. يلا يا قلبي معاك فولت ومعاك ريزيستنس 10 على 2 معانا اللي ماشي هنا 10 على 2 5 امبير هيتجمعوا عند النقطه دي 5 امبير ماشيه هنا و3 امبير ماشيه هنا هيتجمعوا مع بعض 5 و3 هيطلعوا هنا كام؟ 8 لعيب لعيب جامد التمانية دي هتمشي هنا تقف تتوزع كام واتنين؟ ستة واتنين؟ يبقى الاي بي 600 ولا اي كلام مم. ها ادور يا جدعان ادور بص احمد عاطف بيدور ازاي فين النقطه اللي لمسه ثلاث شوارع ومعايا معلومه شارعين اجيب الثالث فين 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 النقطه اللي لمسه ثلاث شوارع ومعاها معلومه شارعين اهي بص انت تقعد تدور في المساله تقعد تدور لحد ما تلاقي الشارع ده ماشي فيه 5 امبير والشارع ده ماشي فيه 1 امبير يبقى توتال 6 حلو ال 6 ماشيه 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 ال وقفت هنا طلع منها هنا 2 امبير يبقى طلع هنا اكيد 4 امبير يبقى I1 ب 4 امبير كمل 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 ال 4 امبير دي ماشيه هنا طلع منها هنا 0.5 يبقى ماشي هنا 3.5 امبير 3.5 ماشيه هنا بس ايه ده ايه ده طلع منها هنا واحد يبقى لازم يطلع كده اتنين ونص بالله عليك اقولها تاني بالله عليك تكسب دنيا واخره يا اخي يا رب ما تخسر ابدا يكفيك شر المرض يخليهم لك يا شيخ بص كده الاربعه امبير ها ها هنا في نص يبقى هنا في تلاتة ونص عشان تلاتة ونص ونص واربعه ال 3.5 بقى يا جدعان هتقف هنا دخل منها هنا واحد يبقى لازم يطلع كان في هنا ميه ماشيه يا عم ميه ماشيه اتوزعت هنا في واحد امبير يبقى اكيد هيطلع منها اتنين ونص هو راسمها بالعكس اقول له يبقى انت اتجاهك نيجاتيف المفروض يبقى ماشي كده يبقى نيجاتيف 2.5 امبير هي دي الصح او اعمل كيسي ال شغال او اقول لك بقى الحاجه رمشه قوي 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 يا عم اعمل كيسي ال هنا ايه رايك؟ هتعرف تجيب اي 2 والله لا؟ كيسي ال عند النقطه انت حر انت حر اللي اسمها ايه؟ اللي داخل قد اللي خارج، اللي داخل 2 واللي داخل 0.5 ايكوال اللي خارج 5, 5 بلس اي 2 وادي ال 5 الناحيه التانيه بالماينس تطلع اي 2 ايكوال نيجاتيف 2.5 امبير خلصت 39 اولا اولا تسالني تقول لي يا مستر بتعرف اتجاهات الكرنت منين؟ اقول لك دلوقتي حالا قال لك في كل واحده من دول 3 اوم يعني دي 3 اوم ودي يا رجاله 3 اوم ودي كده 3 اوم عايز يعرف الفولت الاولاني ده بكام سهل قوي لما يحط لك بوزيتيف نيجاتيف اظن انت بقيت لعيب عشان كرشف اصلا عايز الكلام ده لما يحط يا جدعان بوزيتيف نيجاتيف تعرف ان الكرنت ماشي ازاي يا دكتور جدع كرنت ماشي كده بغض النظر هو بكام بس هو ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف نفس الكلام في ال 12 فولت كرنت ماشي من البوزيتيف للنيجاتيف يبقى ماشي كده طب اجيب الكرنت منين معاك فولت ومعاك ريزيستنس 3 على 3 يبقى ماشي هنا 1 امبير 12 على 3 ماشي هنا يا معلم 4 امبير، ال 4 امبير ماشيين كده وال 1 امبير ماشيين كده هيتجمعوا هنا يبقى اكيد اللي ماشي هنا كام امبير؟ 5 امبير. بقى معاك كرنت ومعاك ريزيستنس يبقى الفولت الاولاني عباره عن 5 مضروبه في 3 يديك 15 فولت يبقى الاجابه 15 بس. ان ذا اوبزيت فيجر، اف اي 1 ايكوال اي 2 ايكوال اي 3 ايكوال اي 4 ايكوال اي 5. يبقى اي 6 بكام؟ ماشي 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 والاجابات كلها فيها اي1 بص انا بذاكر معاك والله اقسم بالله بحل معاك الاجابات كلها معلم فيها اي1 ماشي قالوا هعمل عند النوت دي سمي النوت دي مثلا اسمها ايه واقول له انا هعمل الاول كي سي ال ات بوينت ايه اللي داخل قد اللي خارج الاول بس مين داخل اي1 داخل ده داخل مين تاني اي2 داخل ده داخل اي4 داخل تمام اي5 داخل يلا حط الحاجات دي بقى يبقى اي 1 داخل واي 2 داخل واي 4 داخل واي 5 داخل ايكوال مين خارج الباقي اي 3 خارج من النقطه اهو اي 6 خارج من النقطه اهو يبقى اي 3 بلس اي 6 انت عارف ان انا ممكن احط مكان كل دول اصلا اي 1 عشان هو قال اي 1 هي اي 2 هي اي 3 هي اي 4 هي اي 5 طب ليه يا مستر بحط مكانهم اي 2؟ ماشي براحتك بس هو الاجابات فيها اي 1 وحط مكانهم اي 3 براحتك كل دول اصلا قد بعض من اول واحد لحد خمسه سميهم باي اسم اي واحد فيهم بس الاجابات فيها اي 1 فلازم اسميهم باسم اي 1 يلا يبقى اي 1 بلس اي 1 بلس اي 1 بلس اي 1 ايكوال اي 1 بلس اي 6 اه ما قالش ان اي 6 قدهم بس يا معلم اي 1 واي 1 واي 1 واي 1 يبقى عندك هنا 4 اي 1 ايكوال اي 1 بلس اي 6 ودي اي 1 الناحيه الثانيه بالماينس 4 اي 1 شيل منها اي 1 يبقى 3 اي 1 يبقى اي 6 ايكوال 3 اي 1 بس يبقى الاجابه 3 اي 1 حلو عايز اي 1 وعايز اي 2 وعايز اي 3 يلا بينا يا لعيب يلا بينا نبدا فين بقى فين النقطه اللي عندها معلومتين وممكن اجيب الثالثه اهي اقسم بالله اهي اهي يلا بينا بقى في السريع في السريع و وواحد يطلعوا هنا يا رجاله 3 الثلاثه ماشيين 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 يقفوا هنا يتجمع معاهم اربعه يطلعوا هنا سبعه يبقى اي 1 ب3 ها عشان ما ننساش بس خلاص اي 1 معانا. السبعه يا رجاله ماشيين كده يتقابل معاهم سته. معرفش معرفش معرفش. 7 بلس انا بعمل كده عشان تعلم مني بس ده 13 امبير يبقى اي 2 ب 13 امبير. ها 13 13 13 يتجمع معاهم 8 بلس 8. يبقى 21 امبير يبقى اللي ماشي هنا كده 21 امبير يقف هنا 21 زود عليها 10 تبقى 31 امبير اهدا ده؟ اهدا ده؟ بالفهلوه احلى 31 امبير ماشيين كده يقفوا هنا يتوزعوا ازاي؟ 1 امبير خرج كده يبقى 30 امبير يخرجوا كده ليه؟ عشان دول 31 هيتوزعوا ازاي؟ واحد وهنا في 30 طب هو راسم بالعكس يبقى اجابتك نيجاتيف 30 امبير اهي اوكي اللي بعد الشكل اللي قدامك ده عايز في 1 بكام وعايز في 2 بكام طبعا بنعرف نلف هتلف لفه هنا بس تقف هنا تلف وترجع يلا يا قلبي نيجاتيف 8 بلس 12 ماينص في 1 ايكوال 0 خلصت ها وانا بلف اللي بشوفه بحط نيجاتيف اهي وبعدين بوزيتيف 12 نيجاتيف في 1 ايكوال 0 ودي في 1 الناحيه الثانيه بالبوزيتيف بس عباره عن 12 ماينس 8 يبقى 4 فولت كده جبنا في 1 باربعه يبقى اما الاربعه دي يا اما الاربعه دي طب خلي بالك خلاص في 1 دي معانا ايكوال 4 يلا يا معلم لف لفه هنا هنبدا من هنا نلف ونرجع تاني في المربع ده خلاص خلصنا نيجاتيف في 2 اهي بوزيتيف ابدا من اللي انت عايزه بوزيتيف 6 بعد كده بوزيتيف 4 الكلام ده ايكوال 0 وادي في 2 الناحيه الثانيه بالبوزيتيف فتبقى ايكوال 10 فولت خلاص خلصت فيبقى الاجابه 4 و10 اهي يبقى الاجابه ايه؟ ده جزء من دايره برضه عايز يعرف اي 1 بكام؟ مش هتعرف تجيبها باوم ليه مش هينفع تجيبها باوم؟ عشان هنا الدايره اصلا مش مقفوله هتحسبها ازاي؟ اي مين هتحسبها ازاي؟ كرشف اللي هيعملها لك اولا هنا بوزيتيف بص بقى احط اشارات على طول على طول ادي بوزيتيف ادي نيجاتيف 3 امبير ماشيه كده ادي بوزيتيف ادي نيجاتيف اي 1 ماشي من تحت لفوق يبقى البوزيتيف هنا احنا عانينا في الحصه اه انت عارف ده كويس عانينا والله البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا عشان اي 1 من تحت لفوق اه طبعا انت عارف ان دي نود بس ماشي مش فارق معايا هنا قوي سمي النقط وسمي الله طبعا ادي إيه، ادي بي ادي سي ادي دي هتلف يا معلم لفه كده زي ما انت عايز انا هقف من عند ايه انا اخترت كده هقف من عند ايه والف يلا بينا نيجاتيف 6 مضروبه في اي 1 يبقى نيجاتيف 6 مضروبه في اي 1 طب وبعدين ها 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 نيجاتيف 6 مضروبه في اي 1 وبعدين نيجاتيف 2 مضروبه في 3 الكرنت بتاعها يبقى نيجاتيف 2 مضروبه في 3 يبقى انا لفيت قابلت النيجاتيف دي الاول بعد كده عديت 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 قابلت النيجاتيف دي يبقى 2 مضروبه في 3 بعد كده قابلت بوزيتيف 30 بس خلاص خلصت الكلام ده ايكوال 0 ودي بقى نيجاتيف 6 اي 1 دي ناحيه ثانيه تبقى 6 اي 1 ايكوال نيجاتيف 2 في 3 بلس 30 يديك 24 تطلع اي 1 ايكوال 24 على 6 اللي هي 4 امبير يا اما ال 4 امبير دي يا اما ال 4 امبير دي هو عايز كمان اي 2 بقى امسح عشان نعرف نحل خلي بالك بقى من حاجه مهمه قوي احنا جبنا اي 1 ب 4 يعني اللي ماشي هنا ب 4 امبير اهو على حسب اتجاه اي 1 اهو كده طب ده 3 امبير جاي كده بس كيس ال ايه بقى اللي هتعمل ماشي اعمل كيس ال بس انا عارف اي 2 بكام على طول اللي جاي من هنا اكيد بكام 3 زائد كام؟ طلعوا أربعة، واحد أكيد. يبقى أي توب واحد أمبير. أهي. يبقى الإجابة سي. ها يا معلم هتقف من هنا لف لي في المثلث ده عشان نجيب في 2 ها هلف الف 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 اقابل نيجاتيف يبقى اول حاجه نيجاتيف 10 خلاص خلصنا كمل 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 بوزيتيف في 2 يبقى بلس في 2 الكلام ده يا معلم ايكوال زيرو يبقى في 2 ايكوال 10 فولت خلصت جبت في 2 ده يا معلم ب 10 لف هنا بقى هبدأ مثلا من هنا لف في المثلث اللي فوق بقى. بوزيتيف 6 اهي بعدين بوزيتيف v1 يبقى بلس v1 وبعدين نيجاتيف 10 اهي الكلام ده يا معلم ايكوال 0 يبقى v1 ايكوال 10 ماينس 6 يعني 4 خلصت يبقى v1 طلعتها ب 10 و v ten. v2 هي اللي بتنزل v2 طلعتها ب 10 و v1 طلعتها ب 4. اللي بعده حلوة دي حلوة دي بيقول ايه بقى؟ The opposite figure represents a part of an electric circuit So the voltmeter reading انت عايز voltmeter؟ حاضر همسحه بقى انا مش انت عايزه؟ اه عايز همسحه انا ملوش لازمة عشان ما يضايقنيش همسح الفولتميتر دلوقتي وبعد كده ابقى اجيب له الفولتميتر بعدين ان شاء الله يعني لما نجيب بس الكرنت كده ونظبط الدنيا يعني اهو استنى لازم الاتقان امسح كل دفتوفة استنى ايه ده همسحها اقسم بالله اهو يلا يا قلبي ماشي 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 هنا في 1 امبير انا عيني بتروح بص فين هنا في 1 امبير اهي يعني ماشي هنا 1 امبير ماشي يعني ماشي هنا 1 امبير وش ماشي وهنا في 2 امبير 2 امبير ماشيين كده 1 امبير ماشيين كده يبقى اللي جاي هنا كده 3 امبير فاهم حاجه تاني 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 اهو سهل قوي اصلا يلا بينا ها هنا ماشي كام 1 امبير يعني هنا ماشي كام 1 امبير يعني هنا ماشي كام 1 يعني امبير طب هنا ماشي كام 2 امبير يتجمعوا يبقوا كام 3 امبير بس مش هو عايز الفولت الفولت على الريزيستنس دي تعال نلف لفه انا وانت هنا كده يلا لوب حط البوزيتيف والنيجاتيف ادي بوزيتيف ونيجاتيف ادي البوزيتيف والنيجاتيف ادي هنا البوزيتيف والنيجاتيف مش محتاج اسمي بقى نقط ومش محتاج اعمل واحده كي سي ال هو اصلا لوب واحد بس اللي عندي مربع واحد الف فيه على طول هبدا من هنا يا جدعان الف وارجع ها لف لف لف, نيجاتيف 20 اهي كمل 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 بلس 1 مضروبه في ار مش يعني بلس ار ها بلس 3 مضروبه في 5 يبقى بلس 3 مضروبه في 5 الكلام ده ايكوال زيرو يطلع لك الار R equal ودي ال 20 الناحية التانية بالبلس ودي ال 35 الناحية التانية 35 ده يا معلم اللي هو عبارة عن 15 أصلا يبقى 20 ماينس 15 يديك 5 أوم يبقى الريزستنس دي يا معلم اللي أنا جبتها ب 5 أوم هو بقى كان عايز الفولتميتر ده خلاص حاضن إيه هو؟ حاضن ريزستنس كل اللي بين إيديا تبع يا نور عينيا 5 مضروبة في 1 يبقى 5 فولت خلصت هو ده الكلام اقسم بالله هو ده الكلام الاصلي في الشكل اللي قدامك ده عايز يعرف ال بي دي بكام ال بي دي بكام ماشي حلو قوي اقسم رب العزه حلو قوي اولا اولا يعني اللي ماشي هنا اللي ماشي هنا واحد امبير واللي جاي من هنا هو كاتب اهو 2 امبير يبقى اللي هينزل هينزل كده 3 امبير عارف دي هتعرفني ايه الاشارات يبقى هنا في بوزيتيف وهنا في نيجاتيف ماشي الواحد امبير دي اصلا جايه منين فاكر جاي من هنا يبقى هنا في بوزيتيف وهنا في نيجاتيف طب جاي كده يبقى هنا في بوزيتيف وهنا في نيجاتيف طويله بوزيتيف وقصيره نيجاتيف يلا يا معلم هتاخد دوب واحد بس هنلف هنا هنبدا من هنا نلف 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 ونرجع تاني يلا بسم الله كي في ال المسائل اللي حليناها في الحصه كانت اصعب بكتير ليه؟ عشان كنت بتجيب ثلاثه ايكويشن في ثلاثه انون هنا المربع واحد بس هتلف فيه خلي بالك بقى ان هو كاتب لك الفولت على طول فانت مش محتاج الريزستنس بمعنى هو اسمه كي في في معناها فولت فهو ضارب لك اي في ار جاهزه ومديك 15 فولت هبدا انا من هنا يعني هكتب بوزيتيف 15 هو ضارب اي في ار ومديك الفولت يبقى 15 على طول وبعدين نيجاتيف في بي يبقى ماينس في بي طب كمل بوزيتيف هنا مديك بقى الار لوحدها والاي لوحدها اضربهم في بعض 1 مضروبه في 5 يبقى بلس 1 في 5 خليك مرن مع المساله يديك فولت بس يبقى هناخد الفولت بس يديك ار واي يبقى اضرب الاي في الار كمل 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 كمل, كمل. بوزيتيف هنا مديك الفولت كامل مش محتاج الكرنت اصلا هي بس الكرنت عرفتني الاتجاه عرفتني البوزيتيف والنيجاتيف انما هنا بيديك ال 10 فولت جاهزه يبقى بلس 10 على طول مديك فولت اللي هيضرب 3 في 10 بتضرب ايه؟ بتضرب اي في في ده يدي ايه ده بقى؟ ده ان شاء الله في علم الفيزياء يدي ايه؟ يعني لما انت سيادتك تضرب لي اي في في ده يدي باور يا معلم انا بجمع فولت هو مديك الفولت جاهز ما امال هتقول لي ام احمد امال انت كاتب لي 3 امبير دي ليه يعني لا انا بس كاتب لك 3 امبير عشان تعرف ان اللي عدى هنا 3 امبير وتعرف ان ماشيه كده يبقى فوق بوزيتيف وتحت نيجاتيف بس عرفتني الاشارات الكلام ده يا معلم يبقى ايكوال زيرو يبقى عندك الفي بي تروح الناحيه الثانيه بالبوزيتيف ادي في بي ايكوال 15 بلس 5 بلس 10 30 يبقى الفي بي ب 30 فولت سؤال رقم 47 بيقول The opposite figure represents a part of an electric circuit. through which an electric current is of VB is الشكل اللي قدامك ده جزء من دايرة عايز يعرف ال بي بكام ماشي يا معلم حط الأول إشارات آه. بوزيتيف نيجاتيف طويلة بوزيتيف قصيرة نيجاتيف طب الفرع اللي تحت ماليش فيه طويلة بوزيتيف قصيرة نيجاتيف الاتنين أمبير ماشيين كده يبقى داخلة في البوزيتيف خارجة من النيجاتيف يلا يا معلم هتلف في لوب واحد بس بس هو لوب هتلف فيه خلصت الكلام هنبدا من هنا نلف 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 ونرجع تاني بس خلصنا يلا يابا كي في ال ات لوب اللي اسمه 1 هنسمي ده لوب 1 يلا يا معلم هبدا من هنا امشي 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 امشي, أمشي. قابلني بوزيتيف يبقى 2 مضروبه في 1 لازم تضرب الار في الاي طب يلا سيبها بقى قابلك بعد كده نيجاتيف يبقى نيجاتيف في بي طب وبعدين نيجاتيف 4 مضروبه في 2 يبقى نيجاتيف لازم الار تضرب في الاي لازم عشان انت بتجمع فولت بلس 12 يبقى الكلام ده بلس 12 ايكوال كام يا معلم ايكوال 0 وادي الفي بي الناحيه الثانيه بالبوزيتيف تبقى الفي بي ايكوال جمع بقى كل الارقام 2 مضروبه في 1 ماينص 4 مضروبه في 2 بلس 12 الكلام ده يدي 6 فولت بس خلصنا ودي في الكسي سي ال بقى على طول، لقيت إيه المنظر معفن كده ولا أي حاجة، دماغك هتتعبك، حط يا معلم نقطة هنا، أهي، نقطة أهي، وإكتب دي اسمها إيه، حط نقطة هنا وإكتب بيه، يلا نشتغل، كي سي ال آت إيه، اللي داخل قد اللي خارج، يلا، أعرف بقى مين داخل؟ اللي 12 داخلة، حلو، يبقى 12، بلس، مين تاني داخل؟ الاتنين داخلة، خلي بالك عشان أنت برضه ما تتلخبطش، تعمل إيه؟ إيه دي لمسة شارع؟ التاني التالت الرابع بس يبقى لازم أربع أرقام هيتكدموا ال 12 داخلة والاثنين داخلة رايحة اهي يبقى بلس 2 في حد داخل تاني؟ لا يبقى ايكوال I1 خارجة أهو بلس 5 خارجة اهي خارجة خارجة من النقطة خلاص طالعة منها يعني 5 يطلع I1 ايكوال 12 بلس 2 ماينس 5 يديك 9 أمبير يبقى i 1 ب 9 يا اما ال 9 دي يا اما ال 9 دي ما هو برده حويط لازم احيط تعمل الاثنين اعمل بقى دلوقتي ايه كي سي ال ات النقطه اللي اسمها بي رد عليا بقى واقول لي كده هي بي لمسه كام شارع بص اروح اعمل ايه احط عند بي نقطه هنا عشان هو عايز يعرف اي 2 دي ادي شارع ادي الثاني ادي الثالث ادي الرابع بس اربع شوارع بس يبقى اكتب اربع ارقام اللي داخل قد اللي خارج مين داخل الخمسه داخله فاكر الخمسة دي كانت خارجة من عند إيه؟ خارجة من النقطة دي بس داخلة بقى في بي يبقى خمسة في حد تاني داخل أه 7 ال 7 دي داخلة هي رايحة لها إيكوال خارج أي 2 بلس خارج 2 دي خارجة ودي كمان خارجة من النقطة سايباها وماشية تطلع أي 2 إيكوال 5 بلس 7 ماينس 2 فيديك 10 أمبير يبقى إيوة 9 و 10 الإجابة دي 51 ان الكتريك لامب 220 فولت 80 اوم ماشي فولت بتاع اللمبه 220 فولت ريزيستنس اللمبه 80 اوم بتاخد كارنت اسمه واي هات لي الكارنت وهات لي الباور بس كده بس كده كارنت عباره عن في على ار ايزي ايزي يعني 220 اوفر 80. يديني 11 على 4. او اكتبها بالبوينت براحتك يعني. الباور بقى اللي انت عايزه اقسم رب العزه يا اما تعوض بالفي في الاي عادي يا اما تعوض بفي سكوير على ار عادي يا اما تعوض باي سكوير في ار عادي انا افضل في سكوير على ار عشان ده الجيفن مش, مش اكتر عشان ما تبقاش انت بتطلع حاجه غلط انما لو انت معوض بفي في اي يبقى تعوض ب 220 مضروبه في 11 اوفر 4 او في باور 2 على ار اللي هي 220 باور 2 على 80 او اي باور 2 مضروبه في ار الثلاثه طلعوا نفس الناتج كده 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 لمبه مكتوب عليها 220 فولت 60 وات الميننج اوف نمبر اول حاجه هتقوله ده بوتنشال ديفرنس ده الفولتج بتاع اللمبه ده الباور ادي واحد هات لي انتنسيتي وهات لي ريزيستنس تاني برضو تاني عايز الكرنت أه، انت عارف ان الباور عباره عن في مضروبه في اي صح يبقى لو انا عايز الكرنت من هنا هتبقى باور على فولت بس اقسم باور على فولت باور معاك ب 60 فولت معاك 220 يبقى ايكوال 60 ديفايد 220 يا معلم يديك 3 over 11 امبير ادي الكرنت عايز الباور اللي انت عايز تعمله اعمله هو مديني هو عايز ايه؟ عايز الريزستنس هو مديك باور اصلا عايز الريزستنس اسهل حاجه بالنسبه لي فولت على كرنت بس اتاكد انك جايب الكرنت صح الفولت معاك ب 220 كرنت 3 over 11 يبقى 220 على الانسر ده هيديك 800 6.6 اوم بس خلصت لمبه مكتوب عليها 220 فولت 100 وات معاك فولت ومعاك باور عايز الانتنستي بس اه والله الباور ايكوال في مضروبه في اي تبقى ما تستدفعش المسائل دي بالله عليك بالله عليك عشان بس هي في الاخر بتيجي في الامتحان منها عادي مش الإمتحان كله هيبقى مراجيح اكيد بس بيجي في الامتحان والله الاي ايكوال باور على فولت يبقى الاي يا معلم ايكوال باور 100 فولت 220 يبقى الكلام ده ايكوال 100 على 220 يديك 5 اوفر 11 امبير بس خلصت 4000 اوم ريزيستنس يبقى دي الريزيستنس اللي معاك في المساله ثيرمال انرجي ريت 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 10 وات ماشي يبقى ده الباور ما هو الباور كان ريت اوف انرجي والالكتريك كارنت باس هاتلي الكارنت وهات وهاتلي البوتنشال ديفرنس ايه يا معلم ايه يا معلم اولا بسم الله الرحمن الرحيم اولا يعني معاك باور ومعاك ريزيستنس دماغي ودتني لكده الباور عباره عن اي سكوير مضروبه في ار فلو انا عايز من هنا الاي سكوير هتبقى عباره عن باور على ريزيستنس ولو عايز الاي بس خد روت يبقى الكلام ده عباره عن روت باور على ريزيستنس باور معاك ب10 ريزيستنس معاك ب 4000 اطلع 2 على 4000 يديك 1 over 20 او 0.05 امبير كده طلعت الكرنت 2 عايز منك ال V وانت عارف ان البوتنشال ديفرنس عباره عن I مضروبه في R خلاص معاك الاثنين اسهل لك يعني يبقى ال V ايكوال I اللي هي 0.05 مضروبه في resistance اللي هي 4000 خلصت يبقى 0.05 مضروبه في 4000 يديك 200 فولت بس بعد رقم 55 بيقول the opposite فيجر بريزنت 3 ريزيستور عندك اكس واي زد اكس بار واي ب 2 r زد ب 3 ار ماشي اعلاهم ريزيستنس زد يبقى اكيد اعلاهم كهرباء اكيد بيقول لك الجراف اللي بيبريزنت ريليشن ما بين الكرنت اللي هتعدي في كل واحده فيهم طبعا السؤال ده سهل قوي سهل قوي يعني عايز الكرنت اللي هتعدي في كل واحده فيهم بس بالراحه عشان ما تلبسش في حيطه ما انا مش حاطه في الميديم كده وخلاص يعني بسم الله الرحمن الرحيم لازم اعلاهم كهرباء اكس الاولى اعلاهم كهرباء اكس فدي هحطها في احتمالاتي بس بقى هحطها في احتمالاتي الثانية التانية اعلاهم اكس هحطها في احتمالاتي التالتة ما تنفعش الرابعة ما تنفعش بس خلاص لان مش اعلاهم اكس اعلى واحدة يخش فيها كهرباء اكس اكيد عشان تعرف كم وكم وكم وخلي بالك ان دول تلاتة ريزيستور مش اتنين بس فمش هتعرف تعمل حركة الشعبولة فهنعمل ايه ساعتها يا معلم هنفرض مثلا ان اللي معدي هنا اسمه اي يعني اكس دخل فيها واحد امبير، اشمعنى فرضت كده عشان عارف ان دي اقل واحده هيخش فيها كهرباء فرضت اللي دخل فيها كام؟ اي او لو انت يعني عايزة تبقى اروش واسهل بكتير، افرض اللي دخل هنا افرض انت حر، واحد امبير، اتنين امبير، ثلاثه امبير، اربعه امبير، زي ما انت عايز تعمل اعمل، المهم ان هو واحد امبير. ما تيجي نجيب الفولت، جدع، مش هحط بقى الار معايا كده كده مش فارقه دي مساله ريشيو، مش فارقه كده كده. 1 في 3 على طول مش هقول 3 اه هقول 3 بس رقم بس 1 في 3 يبقى دي عليها 3 فولت ودي بعون الله عليها 3 فولت ودي بعون الله عليها 3 فولت يبقى كل واحده فيهم عليها 3 فولت لان ال في از كونستنت لي هات لي الكرنت اللي هيعدي هنا 3 على 2 يبقى دي هيعدي فيها 1.5 امبير 3 على 1 يبقى دي هيعدي فيها 3 امبير يبقى من الاخر اكس هيعدي فيها 3 امبير واي هيعدي فيها 1.5 امبير زد هيعدي فيها 1 امبير يبقى تاني لو زد واخده مربع، واي تاخد مربع ونص، اكس تاخد ثلاث مربعات، يلا بسم الله. مربع الكامل اهو، ده مربع كامل اهو، واي تاخد مربع ونص، ادي مربع وادي نص مربع، اكس تاخد ثلاث مربعات، ادي مربع، ادي التاني، ادي التالت، هي دي الاجابه. طب ليه بي ما تنفعش؟ تعالى لي، زد واخده مربع، اوكي؟ واي واخده مربعين ما ينفعش تاخد مربع ونص عشان الريشيو تبقى صح زي ما انا حطيتها اوكي 56 which ذا the following considered a measuring unit of power يا يعني عم خلاص بقى كتبناهم الباور يا معلم اي سكوير في ار او في سكوير على ار او في في اي او ورك على تايم او في في كيو على تايم اللي انت عايزه بقى اي مين في دول considered a measuring unit of power امبير سكوير في اوم اهي يبقى دي صح معانا جول في كولوم جول جول باور 2 في كولوم ماينس 2 في اوم ماينس 1 بالراحه بقى عشان نعرف دي تنفع ولا لا شكلها صعب شويه صح جول باور 2 في كولوم ماينس 2 في اوم ماينس 1 يعني على تحت هنا تحت على كولوم باور 2 مضروبه هنا في اوم ام طب ما اقول لك على حاجه سيب الام زي ما هي تحت جول على كولوم جول على كولوم يا ولد يا لعيب يا جامد اهو مش الفولت كان عباره عن ورك على كيو والورك بالجول والكيو بالكولوم يبقى جول على كولوم يديني فولت بس هي باور 2 هما الاتنين عليهم باور 2 فهيديني فولت باور 2 فولت باور على اوم اهي يعني تنفع يعني دي كمان تنفع يبقى الاجابه ايه وبي ينفعوا مع بعض اوكي حلو قوي برضو سؤال 57 بص يا معلم 57 ده سهل قوي راسم لك بطاريه 20 فولت وعندك هنا يا قلبي ريزيستنس وعندك هنا ريزيستنس وعندك هنا ريزيستنس ادي ريزيستنس ار ادي ار ادي ار مش بيقول بقى ايه الكهرباء اللي معديه من الرسمه هنا اللي طالعه هنا 3 امبير فبعون الله يعني اللي ماشي هنا 3 امبير واللي ماشي هنا 3 امبير واللي ماشي هنا 3 امبير ات وات ريت داز وان ريزيستور ديسيبيت انرجي اه ريت اوف انرجي انا عايز باور عايز الباور بتاع الوان ريزيستور بس كلمه ريت اوف انرجي معناها باور على طول هو عايز الباور بتاع واحده بس طب هما الثلاثه عليهم كام فولت 20 20 هيتوزع ده سيريس هيتوزع عليهم هما الثلاثه بالتساوي فده معناه ده اسهل حل ده اسهل حل في كذا حل عادي ده معناه ان كل واحده فيهم هتاخد 20 على 3 فولت 20 على 3 فولت 20 على 3 فولت اشمعنى عشان الفولت ده هيتوزع دول مش بارل دول سيريس فالفي بيتوزع بي على حسب الار يبقى الفولت هيتوزع عليهم يا جدعان بالتساوي عشان كلهم قد بعض عشان هو قال في المساله كلمه ايدنتيكال كلمه ايدنتيكال معناها قد بعض بالظبط بقى معاك لكل واحده كرنت وفولت يبقى الباور عباره عن فولت مضروبه في كرنت يعني عباره عن 3 مضروبه في 20 اوفر 3 يديك كام يا معلم 20 وات. يبقى الاجابه 20 طب انا يا مستر ما فكرتش كده اصلا اصلا انا ما فكرتش كده انا دماغي اساسا ما جابتنيش ان انا اعمل كده وما عملت ايه يا لعيب مستر لقيت معايا الفي بي ومعايا الاي مين فقلت الاي مين ايكوال في بي على الار ايكويفال ال طلعت يا مستر الار ايكويفالنت ايكوال 20 على 3 دي كده الار ايكويفالنت فده معناه ان الوحده الوحده عباره عن الايكويفالنت مقسومه على ثلاث حتت ما الواحده فيهم بس عباره عن الايكويفالنت على ثلاث حتت يعني 20 اوفر 3 دي عملتها ديفايدد 3 اداني كام بقى اهو 20 اوفر 3 ديفايدد 3 اداني 20 اوفر 9 كده جبت الريزستنس الواحده ب 20 اوفر 9 يعني دي 20 اوفر 9 اوم ودي 20 اوفر 9 اوم ودي 20 اوفر 9 اوم عشان اجيب الباور بتاع اي واحده اي سكوير في ار يبقى 3 باور 2 مضروبه في 20 اوفر 9 هيديك برده 20 وات عادي خالص فالاجابه تبقى ايه مش محتاج اتكلم مش محتاج اتكلم عايز الفرق بين جراف باور وتايم وانرجي وتايم الباور لا يعتمد الانرجي دايركت فالاجابه هتبقى المربع الاولاني مع بعض سؤال رقم 59 عايز ايه مننا بقى بيقول لك يا معلم عندي تو لامب اكس وواي مكتوب عليهم اكس 230 فولت 100 واط ادي اكس مكتوب عليها 230 فولت و100 واط ادي اكس واي مكتوب عليها 230 فولت 60 واط ماشي which row in the table correctly identify the lamp with the larger current and the lamp with the larger resistance مين عنده كرنت اعلى مين عنده ريزيستنس اعلى ده يخليني اروح اعمل ايه يا جدعان احسب كرنت current, احسب احسب كرنت وريزيستنس عارف ان في ناس هتحل بالفهلوه عشان الفولت ثابت فيقارن بالباور بس انا مش هعمل كده مش هعمل كده انا حر اروح ل بسرعه في السخان اهو كارنت عباره عن باور على فولت باور على فولت يبقى 100 على 230 100 على 230 يا معلم يديني 0.43 امبير طب الريزستنس بتاعت اكس فولت على كارنت على طول يبقى 230 على رقم الكارنت اللي طلع لك اللي هو 0.43 يديك 230 على الانسر على طول بقى هيديك 529 اوم ادي اكس طب واي بقى عايز اجيب الكرنت بتاعت واي باور على فولت يبقى 60 على 230 انا عارف ان في ناس هتقارن بالفهلوه بس انا عايز احل كمساله ماثيماتكس هيديك 0.26 امبير طب الريزستنس بتاعت واي فولت على كرنت 230 على الكرنت اللي هي 0.26 انا لسه مطلعها حالا يبقى 230 على الانسر يديك يا معلم 881 اوم يبقى الاعلى في الريزستنس واي والاعلى في الكرنت اكس ادي ارقام قدامك اهي يبقى اكس اعلى في الكرنت بس واي هي اللي اعلى في الريزستنس يبقى الاجابه دي بي سؤال 60 بيقول في الشكل اللي قدامك ده لو الكونسيومد باور في ال 9 اوم 81 وات اقف 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 يعني دي يا رجاله سحبت 81 وات 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 ايه ايه معاك باور ومعاك ريزيستنس روح هات الكرنت على طول اللي هي الاي مين ما هو اللي عدى هنا يابا هو اللي طالع من البطاريه اللي هو اسمه اي مين اصلا فاول حاجه اروح عاملها الباور ايكوال اي سكوير في ار راح الباور معاك ب 81 الاي مين ما اعرفهاش لسه في الريزيستنس اللي هي ال 9 بس ان هو اداني الباور بتاع ال 9 بس فيبقى الاي مين ايكوال 81 وادي لها ال 9 تحت 81 على 9 يديك 9 روت ال 9 يديك 3 صح صح طيب يبقى الاي مين ب 3 امبير كده معايا الاي مين ب 3 عايز ايه بقى عايز البوتنشال ديفرنس بتاعت الباتري يعني عايز الفي بي طب ما انت معاك اي مين اي مين ايكوال في بي على R ايكويفالنت بلس R انترنال اي مين يا معلم معايا ب 3 في بي مش معايا R ايكويفالنت 15 و 10 هيدوك 6 6 و9 يدوك 15 بس كروس الار انترنا كده كاب زيرو الفي بي 315 يديك 45 فولت خلصت عايزين ننجز مسالتنا بقى دي بتاعتنا احنا يا معلم اهو عندك ريزيستنس وريزيستنس وعندك تحت فيه ريزيستنس ادي ار ودي ار ودي ار مين قال لك مين اداك الحق مين اداك اقرا 3 ايدنتيكال توام لبعض بس هو الفرق كله ان سما دي يا معلم اكس وسمى دي واي وسمى اللي تحت دي زد قلت لك بقى الفرع اللي فوق ده فيه كام R 2R افرض تحت 2I عكس الفرع اللي تحت فيه R واحده افرض تحت فوق I واحده يبقى الفرع اللي فوق فيه 2R فرضت تحت 2I كرنت عكس ريزيستنس الكلام ده في الفرعين ها الفرع اللي تحت فيه R واحده يبقى الفرع اللي فوق فيه I واحده بس هات الباور بتاع X بكام هو عايز ريشيو الباور هات البار بتاع واي بكام؟ هات البار بتاع زد، وقف بقى وحل لوحدك المفروض يعني. اكس اي سكوير في ار اي سكوير في ار. طب واي اي سكوير في ار يبقى اي سكوير في ار. طب زد 2 اي سكوير تبقى 4. ال 2 هتبقى 4 تبقى 4 اي سكوير مضروبه في ار. بس هتعمل ريشيو يا معلم باور اكس ريشيو باور واي ريشيو باور زد هيديك اي سكوير في ار ريشيو. اي سكوير في ار ريشيو 4 اي سكوير في ار كنسل ده مع ده مع ده يديك 1 ريشيو 1 ريشيو 4 تبقى الاجابه ايه؟ مساله كيرشوف عاديه خالص والله العظيم مساله كيرشوف عاديه خالص فرض لك الكرن يلا عشان ننجز سمي الله بسم الله سمي النقط A B C D E F فتى في الكرنت زي ما قلت لك افت انت بس في اللوب هنلف كده ادي 1 هنلف كده ادي 2 حط البوزيتيف والنيجاتيف في المساله انا المفروض احطها بسرعه بقى من غير ما انت تتكلم خالص من النود دي المنطقه دي يا معلم كلها منطقه اي 2 والمنطقه اللي على عش... اليمين دي كلها منطقه اي 3 اي 1 والمنطقه اللي في النص منطقه اي 3 يبقى المنطقه اللي هنا بتاعه اي 2 والمنطقه اللي في النص بتاعه اي 3 والمنطقه اللي هنا بتاعه اي 1 ماشي حط البوزيتيف والنيجاتيف بسم الله الاسود بقى عشان يبان بوزيتيف نيجاتيف اشمعنى عشان السهم بتاع اي 2 ده ده اصلا جاي من هنا يبقى داخل في البوزيتيف خارج من النيجاتيف كمل الطويله بوزيتيف قصاره نيجاتيف طويله بوزيتيف قصاره نيجاتيف طب اي 1 جاي كده اصلا يبقى بوزيتيف نيجاتيف يلا يا قلبي واحده كسي ال بسم الله واحد واحده كسي ال عند النوت دي نود النود 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 اللي داخل قد اللي خارج اللي داخل اي 1 بلس اي 2 اللي خارج اي 3 احطه بالماينس ايكوال زيرو ادي اول ايكويشن اثنين دي كده اول ايكويشن كي في ال ابدا من اي نقطه لف وارجع انجز نيجاتيف 6 انجز نيجاتيف 4 قابلت نيجاتيف حطيتها قابلت نيجاتيف حطيتها نيجاتيف 4 بوزيتيف 8 8 مضروبه في اي 2 دي منطقه اي 2 يبقى بوزيتيف 8 مضروبه في اي 2 الكلام ده ايكوال زيرو ايه ده ايه ده حلو اللوب ده ده لوب اداني معلومه على طول ما غير قانون واحد بس ماشي جمع نيجاتيف 6 ونيجاتيف 4 يديك نيجاتيف 10 تروح الناحيه الثانيه يبقى 8 اي 2 ايكوال 10 يعني يا معلم من هنا جبت اي 2 ايكوال 0.8 امبير اودي ال 8 بالديفايد يلا كي في ال الثالثه هبدا من هنا الف وارجع طبعا دي بوزيتيف ودي نيجاتيف هلف وارجع بوزيتيف 8 اوكي كمل يا معلم خلاص خدنا دي كمل 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 نيجاتيف 10 مضروبه في اي كام اي 1 دي منطقه اي 1 اقسم بالله يبقى نيجاتيف 10 مضروبه في اي 1 كمل بوزيتيف 4 اللي هي البطاريه بوزيتيف 4 الكلام ده يا معلم ايكوال زيرو خلاص خلصت ايه ده ايكويشن فيها ان واحد بس ودي ال 10 اي 1 الناحيه الثانيه بالبوزيتيف ايكوال 8 بلس 4 يديك 12 يطلع لك من هنا يا معلم I1 ايكوال 12 Divided 8 إيه 12 ودي لها تاني الناحية التانية يبقى × 10 يديك 1.2 امبير طلعت I1 ب 1.2 امبير ايه ده خلاص مش محتاج آلة اصلا إيه مش محتاج آلة إيه معايا I1 ب 1.2 ومعايا I2 ب 0.8 عوض يا معلم يعني عوض عن I1 دي بكام جبناها ب 1.2 عوض وعوض عن I2 جبناها ب 0.8 ودي الاي I3 الناحية التانية يطلع لك يا معلم آخر حاجة الاي I3 ايكوال ودي الاي I3 ناحية التانية بالبوزيتيف تبقى 1.2 بلس 0.8 يطلع لك 2 أمبير بس يبقى الاي I3 ب 2 أمبير إيه واحدة كيس إل 2 كيف إل هتخلص لك الكلام يا إيه إما هتعمل إيكويشن على الآلة يا إيه إما هتلاقيها حلت نفسها لوحدها كده ماشي يلا يا لعيب ها وريني نفسك بقى 63 أولا هو قايل لك مش هنا ماشية كده في الاتجاه ده وهنا في 2 امبير ماشيين كده بالاحمر اهو عشان تشوف ادي ال2 امبير اهي وهنا في كارنت ماشي كده ما اعرفوش عايز اعرف اللي ماشي هنا قد ايه وعايز اعرف اللي ماشي هنا قد ايه بالله عليك يا جدعان محتاجه حاجه ولا اي حاجه معاك فولت وريستنس 2 على 0.5 هيقول لك اللي ماشي هنا 4 امبير يبقى اللي جاي هنا 4 واللي جاي هنا 2 هيتجمعوا يبقوا 6 جدع 5 على 10 5 على 10 يديك 0.5 يبقى اللي هنا 0.5 امبير، يبقى اللي ماشي هنا 0.5 امبير، واللي ماشي هنا 6 امبير، يتجمعوا يطلعوا كام؟ 6.5 اكيد. بص. بص بقى 64، سؤال 64 وسؤال 65 وسؤال 66 دول اصلا كشف جولدن المرة الجاية إن شاء الله. مش عايز تحلهم، أنت ممكن تحلهم عادي، بس مش عايز تحلهم ما تحلهمش، تحلهم على هارد بتاع المرة دي والمرة الجاية، لأن أنت مش هتحل غير الإيزي والميديم بس الأسبوع ده. الهارد مش هيتحل. بتاع الاسبوع ده الهارد في الهوم وورك مش هيتحل لان ده اصلا حاجه اسمها جولدن لوب هنحلها الاسبوع اللي جاي فالاسبوع ده انا عملت ايه حلت لك ايزي وميديوم وسبت في الميديوم ثلاث اسئله هيتحلوا مع الاسبوع اللي جاي بس 67 ثلاثه ايكويفالنت اقسم برب العزه لسه حاديها اصلا اقسم ده لسه حاديها في التشوز في الايزي كمان ثلاثة ايكويفالنت توصلوا سيريس وبعد كده باراليل والسيم سورس فاكر هكتب باور ايكوال في بي سكوير عشان قال كلمه نفس البطاريه يبقى الفي بي مع السلامه دي ار توتال طبعا كومبير بتوين الكونسيومد باور ماشي الباور في حاله السيريس هيبقى عباره عن في بي سكوير على انا بحلها للمره الثالثه والله العظيم للمره الثالثه ار وار وار عشان هو قال 3 اتوصلوا سيريس في الاول ار وار وار يبقوا 3 ار طب في حاله البارال هتبقى عباره عن في بي سكوير على ار على 3 عشان هو بقوا لل فال3 تطلع فوق بس اعمل ريشيو بمعنى كلمه كومبير باور سيريز على باور بارل هتبقى عباره عن في بي سكوير على 3 ار مضروبه اقلب ار على 3 في بي سكوير كنسل يا معلم ده مع ده وكنسل ده مع ده يديك 1 اوفر 9 اسال سؤال هو انا ليه قلبت عشان لو انت عندك فراكشن عايز تعمله ديفايدد على فراكشن حط الفراكشن الاولاني واضربه في مقلوب الثاني يلا يا معلم مساله امتحان الشهر اهو سؤال رقم 68 10 لمض الواحده 40 واط اهو لاجل عيونك اهو الواحده 40 واط وهم 10 بس عشان نرسم رسمه حلوه اهو طبعا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خلاص الواحده واخده 40 واط متوصل معاهم تلفزيون التلفزيون واخد كام بقى؟ 200 واط ادي التلفزيون. بتوصل معاهم وتي في. كونكتد خلاص كده كان عندنا في الحصه في غساله ماشي. كونكتد امباريل بسورس 200 فولت. ادي يا معلم بطاريه هنا. البطاريه دي يا معلم 200 فولت. ادي الفي بتاعها. ااا if the lamp and TV are used at ات same time هات لي electric current intensity بس عايز الكرنت intensity التوتال الاي مين اللي طالعه من البطاريه. اقسم بالله ولا حاجه. انا في الحصه بقى روح ذاكر البورد ها روح ذاكر جبت لك الكهرباء الاساسيه وجبت لك كل واحده في دول واخده كهرباء قد ايه ال10 لمض والتلفزيون وزعت لك الكهرباء يلا طب الاول نعمل ايه الباور التوتال عباره عن في بي مضروبه في اي مين اشمعنى القانون ده عشان معايا الباور التوتال ومعايا الفي بي لا مستر مش معايا الباور التوتال كداب معاك الباور التوتال 10 لمض الواحده 40 واط يبقى 40 في 10 لسه 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 بلس 200 تلفزيون ده كده الباور التوتال ايكوال الفي بي معاك ب 200 يبقى فاضل الاي مين بس جمع بقى 40 في تاني يديك 400 زائد 200 يديك 600 ايكوال 200 مضروبه في اي مين يطلع لك زير فور يا معلم اي مين ايكوال 600 على 200 يعني 3 امبير بس المساله خلصت يبقى الاي مين ب 3 امبير تخيل يبقى انا فكرت اجيب الباور التوتال ليه؟ عشان لو جمعت الباورات كلها بقى معايا حاجه اسمها الباور التوتال 40 واط في 10 لومت ب 400 زائد كمان 200 تلفزيون 600 ده الباور التوتال ومعايا الفي بي فاضل الاي مين اللي هو عايزها بص طبعا بقى لو انت عايز توزع الكهرباء هتعمل ايه يا معلم الفي اس كونستانت يبقى هنا 200 فولت ودي عليها 200 فولت بقى معاك الفولت ومعاك الباور تعرف تجيب الكرنت معاك الفولت ومعاك الباور تعرف تجيب الكرنت من القانون اللي هو الباور ايكوال في في اي بس سؤال بيقول فايند ماكسيمم نمبر اوف لامب ماكسيمم نمبر اوف لامب يعني عايز اكبر عدد من اللمض ماشي لو باور الواحده باور اللمب الواحده الواحده 50 وات دي اللمبه الواحده كان يوز ان بارالل ماشي وذ الكتريك اي ام اف 220 اسف الفي بي يعني 220 اكتب مديني الفي بي ايكوال 220 the فيوز؟ كلمة فيوز معناها أكتر حاجة بقدر أستحملها الفيوز بتاع البيت ما يقدرش يستحمل أكتر من الكرنت كذا لو زاد عن كذا الفيوز بيسيح بيقطع كهرباء على طول يعني الكرنت المين في الآخر أكبر كهرباء يعني خمسة أمبير هات لي عدد اللمض مستر هو بيقول لي هات لي عدد اللمض إداني باور اللمبة الواحدة وإداني البطارية أو الفي بي السورس كله كام وإداني الأي مين بكام طب بنروح 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 معاك في بي ومعاك أي مين ايه ايه معاك في بي ومعاك اي I مين mean. هات الباور التوتال مالك في ايه روح هات الباور التوتال عباره عن في بي مضروبه في اي I مين mean. يعني الباور التوتال هيبقى عباره عن في بي ب 220 والاي مين ب 5 ده الباور التوتال آه 220 مضروبه في 5 يديك 1100 وات ده مين ده يابا ده الباور التوتال طب باور اللمبه الواحده كام يا قلبي 50 واط طب عايز ايه معاك الباور التوتال ومعاك باور اللمبه الواحده اقسمهم على بعض جبت العدد يبقى العدد عباره عن 1100 ده التوتال على الواحده عايزه 50 يقول لك عد كام واحده 1100 على 50 كام واحده يا معلم 22 لمبه بس خلاص يبقى الاجابه 22 عايز ايه يبقى يا جدعان اللي بيفهم بيريح واللي بيفكر قبل ما يكتب بيريح بكتير اولا اولا معايا الفي بي اللي هي البطاريه كلها ومعايا الاي مين لقيت معايا الفي بي والاي مين ضربتهم في بعض الفي بي في اي مين جبت الباور كله طلع الباور كله 1100 هو قال لي اللمبه الواحده عايزه 50 بس في ناس هتعملها كده يا عم هتقول لك كده 1100 وات يا ترى يشغلوا كام لمبه؟ لو 50 وات يشغلوا 1 لمب لمبه واحده موافق cross multipliplication يطلع لك ال n إيكوال 22 لنده كل الطرق يا جدعان في طريقه ثالثة ممكن تنفع انك تجيب الريزستنس الايكويفالنت حل بيها ولو عرفت تحلها قول لي ط... بس هتبقى لفه شويه بس هتنفع اقسم بالله حلوه قوي برضو انك تقول ان الباور التوتال انا بساعدك اهو عباره عن v بي سكوير على r equivalent بعد ما تجيب الباور التوتال وانت كده معاك ال بي تعرف تجيب r equivalent شوف بقى انت هتتصرف ازاي حاول كده تتصرف وقول لي وصلت ليه بص يا معلم شد حيلك خلصنا كده الهوم ورك بسيط خفيف والله العظيم الاسبوع ده خفيف قوي ايزي خلص ميديم خلص ما تخشش في الارض لو انت مش عايز لو انت عايز تجرب مع نفسك جرب طبعا بس الهارد كده كده هيبقى مع الهوم بتاع الحصه السابعه والاخيره خلاص ليك عندي ايه بقى؟ ليك عندي يا معلم فيديو بتاع هارد بتاع واجب قديم كده في الاول هينزل كانوا 10 مسائل بس هينزلوا عشان نبقى فنشنا كل حاجه ويبقى كده مالكش عندي حاجه تانية خالص. بالله عليك يا اخي ركز شويه، بالله عليك اتقي ربنا والله العظيم اقسم بالله في اخر كل فيديو هتلاقيني دايما بقولك ان ربنا هيكبر بخاطرك وان ربنا هينجحك وهيبارك لك في وقتك وهيبارك لك في مجهودك وهيبارك لك في سعيك بس انت بس قول له يا رب انا جيت ومش راجع للي انا كنت بعمله زمان وراجع لك بقلب جامد ومش هضيع وقت تاني في كلام ملوش لازمه وفي موبايل وفي ندم وفي حصرة وفي تضييع وقت ملوش لازمه اقسم برب العزه اشتغل اشتغل ربك مستني منك بس انك تسعى وهيكرمك فوق فوق ما تتخيل شد حيلك يا قلبي ربنا معاك اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد جامد متفائل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته